المايك يا انور، المايك. لا، انا بكلم الشباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم المايك في يا انور. جلسه ونسه جديده. في جلسه ونسه جديده على دروب النجاح. اليوم الخميس 2 يونيو 2 سبتمبر 2021. اليوم يا اخواننا هي الذكرى السنويه الاولى لبدء الونسات على دروب النجاح، وهي اقتراح كان من حبيبنا وصديقنا وتاج راسنا الاستاذ ياسين حسن. وطبعا ياسين حسن اخواننا في ناس كتار جدا بيحرجوه، بيقول لها دكتور ياسين، وهو خلاص على وشك انه ينتهي من الدكتوراه، لكن في الباحثين السودان احنا طبعا عهدنا الكلام ده، انه الزول بيقوم بيلصق له لقب كده وبعد ذاك بيبقى مهمته هو يدافع عن انه والله يا اخواننا دي ما كده. فالله يديه الصحه والعافيه استاذنا وتاج راسنا ياسين. هو يفترض انه كان الضيف والملهم بتاع الونسه، بكل اسف الليله حصلت له ظروف فدعاني لي انه انا اكون ضيف، يعني استضيف الحبيب محمد علي حمزه. لكن قبل ما هنا نحن نعرف اخوان الونسه دي بدات من وين ووصلنا هنا كيف. قبل سنه بالضبط يا اخواننا كان في حاجه اسمها الورش فن وكتابة وإعداد البحوث العلمية، وده نشاط من أنشطة الباحثين السودانيين. النشاط ده يعني بدأ على أساس أنه يساعد الشباب واستمر لمدة شهر، ففي نهايته كده في الأسبوع الأخير بتاعه، وأصلا الناس اللي بدوا نسقوه كان ياسين حسن، بروفيسور الصادق موسى، وبعد ذاك دخلوا معانا ناس تانيين. ففي الشهر ده الناس اتعرفت على بعض وبقت تتفاعل مع بعض وكده، وقرروا أنه والله يا اخي حقوا العلماء الناس اللي قدموا الحاجات بتاعتهم دي حقوا نسمع عنهم عن حياتهم اكثر. فانطلقت الونسات دي باول ونسه مع بروفيسور الصادق موسى قبل سنه بالضبط يوم 9/9/2020. ومن الوقت ذاك والقصه كل مره بيكون في ونسه جديده وبيكون في ابتكار جديد. الهدف بتاع الونسه في مجموعه الباحثين السودانيين انه يا اخواننا يعني تلهم الشباب، توريهم التجارب الناجحة في كل المجالات، في العلم، في الطب، في العلوم، في الطب، في الكمبيوتر، في الزراعة، في ريادة الأعمال وفي غيره. فالآن الونسة يا أخواننا عمرها سنة، اتعملت 34 جلسة بتاعت ونسة مختلفة، وكلها موجودة وين؟ موجودة في قناة الباحثين السودانيين على اليوتيوب. أي زول ممكن يرجع يشوفها، هشير الرابط بتاعها هنا ده على اساس انه ما يفوتكم الالهام. دي كان اول ونسه مع بروفيسور الصادق موسى يوم 1/9. بروفيسور عبد الباسط مريود بعده طوالي كان باسبوع، بروفيسور سعاد الصادق بدري بعدها، بعد ذاك جات ونسه من نوع مختلف مع هشامين. الهشامين كان اسمهم هشام يوسف حسن الاثنين، والاثنين كانوا مشرفين في الباحثين السودانيين في فتره الفترات. وبعد ذاك مشينا خارج السكوب بتاع الباحثين السودانيين لناس ثانيين انفلونشرز في المجتمع عندهم مساهماتهم وموجودين، هم اعضاء في المجموعه لكن عند بيقودوا مبادرات ثانيه وحاجات ضخمه. الناس ممكن ترجع لهم كلهم تشوف. وكان في حاجه نوعيه عملها حبيبنا ياسين علي اللي هي في بمناسبه يوم المراه العالمي استضاف يعني نساء على دروب النجاح، ودي كانت حاجه نوعيه مع شابات رائعات جدا جدا. فهنا بتلقوا يا اخواننا مختلف زيت الزيتون وزبده وخلاصه تجارب بتاعت ناس. فاليوم يا اخواننا احنا يسعدنا في مجموعه الباحثين السودانيين في برنامج ونسه على دروب النجاح اللي هو واحد من اكثر من 30 برنامج، انه يستضيف واحد من الشباب اللي يعتبر ايقونه في كثير من المجالات. فهو مهندس ورائد اعمال ورجل خير وبر واحسان ومتطوع في كثير من الحاجات، مهتم بالشباب ومهتم باطفاله، مهتم باسرته، نموذج يحتذى به. فالليله حنلاقي ان شاء الله حبيبنا الباشمهندس محمد علي حمزه. مرحبا بك يا باشمهندس. حبابكم السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكرا كثير يا جماعه على الاستضافه، اتمنى اكون خفيف ظل عليكم وناخذ وندي الموضوع. شكرا يا دكتور، شكرا يا هشام، شكرا يا جماعه. طيب الفريق بتاع ونسة على دروب النجاح يا اخواننا بيتكون من اللي هو الملهم بتاعه حبيبنا ياسين حسن،
وهيثم الكاشف واحمد داود والاستاذ ريم فيصل. دير المجموعه دي يا اخواننا هم اللي بيكونوا في خلف الكواليس شغالين في كل الحاجات، واحمد داود هيجينا داخل ان شاء الله لاحقا عشان يورينا الباترنز، هو بيتبع الانماط ده، يعرف النجاح المرتبط ما بين ده وده 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 رغم المجالات المختلفه وكده. فتحيه لهيثم الكاشف، هو اللي اقترح حبيبنا محمد علي حمزه انه يكون موجود اليوم. فمحمد علي دايرين او محمد حمزه دايرين نعرف من يوم ميلادك؟ ابدا لنا، اتولدت وين؟ شنو؟ اتولدت من اسره كيف؟ احكي لنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد من ام اسمها عائشه شريف، بنغلاويه من اوربي ريف الجولي، وابوي اسمه علي محمد حمزه جعلي من المكايلاب ريفي بربر. انا مولود في كسلة وتربيت في كسلة، ولظروف عمل الوالد انتقلنا من مكان لمكان، استقرينا في الخرطوم في من اول الثانوي بعد ما خلصت المرحله الاساسيه. جينا الخرطوم، استقريت في الخرطوم، وكل الطفوله طفوله عاديه حقت اي ولد يتربى في اي بيت عادي. لكن يعني تظل برضو واحده من الحياه من كلامك ده، اتولدت وين؟ طوالي تاثير كسل في شخصيتي انا، واحده من الحياه يعني كسل دي حتلاقي انه في احيان كثيره جدا لها تاثير في الناس، والناس تربوا في الاب كنتريز، يعني الناس تربوا في الريف او في المدن البريه وكده، ده تاثير يزور متعلق بهم كده. كسل دي لها تاثير كبير جدا في حياتي، واحده من الحياه اللي شكلت محمد حمزه الحالي. كسل درست الابتدائي في كسل ذاته مش كده؟ ايوه، دريت الابتدائي في كسل، متوسط في كسل، جيت في اول الثانوي جيت الخرطوم، دريت في الخرطوم الجديد يعني. تمام كده. انت احكي لنا عن المدرسه الابتدائيه، طبعا انت اعتقد من الجيل اللي هو لحد الثالثه مش كده؟ يعني احنا كان اخر ناس امتحنوا ثالثه متوسط في نفس السنه دي، امتحنوا معانا اول ناس اساس، كان طوالي معانا ناس في الاساس اللي هم ناس تامه. انا قريت المرحله الابتدائيه في كسلة، في نحن في غرب القاش، اللي هي كسلة دي مقسومه لاثنين، شرق القاش وغرب القاش. نحن في غرب القاش، منطقه اسمها حي العمال. انا درست في حي العمال الابتدائيه البنين في الوقت ده، مدارس بسيطه عاديه، لكن واحده من الحاجات يعني اعتقد برضه في اوقاتنا دي كانت سمعه المدارس ترتبط بالدورات المدرسيه والحاجات دي، فدي واحده من الحاجات اللي كان لها تاثير كبير جدا في شخصيات الناس بعد ذاك. يعني حتلاقي انه اي كل الناس الفاعلين في الوقت ده كان لهم دور في الدوره المدرسيه، وكانوا بيشاركوا وكان عندهم نشاطات والحاجات دي، غير الاكتيفيتي الرياضيه اللي ممكن تفقع عليها ناس كثيره في الحاجات دي. برضه متوسطه في بانت المتوسطه، في برضه في غرب القاش. بعد ذاك ما خلصت امتحنت وجيت الخرطوم، بقيت الثانوي اللي هو اولى وثانيه وثالثه في الثانوي في الخرطوم الجديده، هي في الخرطوم ثلاثه يعني. بعد ذاك محمد في شكاوي شايف في الفيسبوك من الصوت، هكذا ممكن تجرب طيب. السماعه لانه قالوا في مشكله في الصوت، ف نسمع الصوت. كيف كده؟ كيف الصوت لسه من الصوت كده افضل كده افضل كده افضل كده افضل كثير. يا ريت برضه لو يعني زي ما بيقولوا عليت الصوت زياده، دي اسهل حاجه يا دول، دي اسهل حاجه. قال لك ما سمعنا الجزء الاول بتاع كسل ده، الميلاد والنشأة وكده، فممكن بس يا ريت لو طوالي. انا مواليد كسل، وقريت في كسر الابتدائي والمتوسطه. نحن انا اخر ناس امتحنوا ثالثه متوسطه، اخر ناس امتحنوا ثالثه متوسطه، وقريت كسله في غرب القاش في مدرسه اسمها حي العمال الابتدائيه للبنين، كان في الوقت ذاك. بعد ذاك المتوسطه قريت في بانت المتوسطه بنين برضو. طبعا انا حاشتغل لك بالستايل بتاع حبيبنا ياسين لانه هو عنده فهم في المساله دي طوالي. المدرسة الابتدائية دي الأنشطة اللي كان موجودة فيها، الأساتذة معالم يعني لحد ما طبعا أنا كبرت خلاص، كبرت يا أنور، لكن يظل في يعني في دماغي مثلا في راسي الأساتذة كانوا مرتبطين، أستاذ أسامة،
كان بتاع انجليزي. كان في الوقت ده يعني انا من الناس اللي كنت بحب اللغه الانجليزيه جدا. كان في استاذ تاني اسمه محمد عيسى، كان بتاع ماث بتاع رياضيات، ده برضه من الحاجات اللي كنت بحبها. فاعتقد ان ارتباطي كان بالمواد اللي انا بحبها، او لحد يوم الليله اصلا دي واحده من الحاجات يعني بلقى بكون اتاش كده للحاجات اللي بكون بحبها. بعد ذاك طبعا الحسابات التانيه معاه. ف يعني نحن من الناس اللي درسوني في الابتدائيه استاذات، فكان اول استاذه دخلت علي في اولى ابتدائي استاذ اسمه استاذه سميره. انا ما عارف هسه كيف، لكن اتمنى انها تكون بخير يعني. فدي اول استاذه دخلت علي في مدرسه يعني، ان شاء الله الطباشيره قدامي يعني. بعد ذاك يعني واحده من حياه المدارس زي ما قلت يعني كان في انشطه كثيره جدا يعني، كان في الانشطه الرياضيه، كان في انشطه ثقافيه، كان الطابور الصباحي ده كان حاجه فيري ريتش يعني، كان حاجه يعني بينتظروا الناس بشغف شديد جدا جدا. كان مشاركاتنا فيه كبيره جدا جدا، وكان لها دور كبير جدا في الشخصيه اللي برضه تكونت هسه. الدورات المدرسيه كان لها تاثير كبير يعني، احنا كان من الناس اللي بتخلص اليوم الدراسي ما بنرجع البيت عشان نجي الحصه بتاعت العصر، بنكون من الساعه 2 لحد الساعه 4 العصر دي بنكون قاعدين في المدرسه، لا غدا ولا غيره، الرياضه الكوره البتاع يعني النشاطات شغاله يعني. تلقى مثلا ناس الباسكت شغالين، ناس الكره الطايره شغالين، ناس القدم شغالين يعني. المدرسه دي ما بتفضى يعني، المدرسه دي من اول ما يفتحوها 6 صباحا لحد ما الوقت المغرب المدرسه دي بتكون فولي يعني، فولي يعني. حتى الحي القريب من المدرسه نشاطاته كلها بيعملها في المدرسه، ناس الاجتماعات مجلس الاباء واجتماع المدرسه والجمعيه التعاونيه وكله بيعملوه في المسرح بتاع المدرسه ده. فالمدرسه دي حاجه كده يعني الحاجات دي هسه احنا اولادنا ما لقوا الفرصه دي في انه يعرفوا يعني شنو انت تكون عايش في الكوميونتي ده بياثر فيك وتاثر فيه والحاجات دي. لكن احنا كان بنشوف الناس دي يعني ابهاتنا دي كلهم بيجوا المدرسه عشان يعملوا اجتماع له علاقه بتصريف الخريف، ليه علاقه بنظافه الحي، ليه علاقه والحاجات دي اعتقد هسه ما موجوده وما كده. لكن رغم ان احنا ما عندنا دخل فيها، كان بس بنجيب نرصرص الكراسي، نوفر لهم المويه، نوزع لهم البلح والحاجات دي، لكن كنا بنسمعهم وبنعرف ان الناس فعلا مهتمين ببعض وبيخلوا بالهم من بعض وكده. وده كان الحاجات اللي كانوا يعني معظمها كانت بتقوم بالعون الذاتي في الوقت ده. دي واحدة من الحاجات الكثير لها تأثير كثير جدا في شخصيتي أنا كمحمد يعني. جينا الخرطوم، قريت زي ما قلت في الخرطوم الجديدة. ده جيت أولى ثانوي. أولى ثانوي جيت الخرطوم الجديدة ودرست فيها أولى وثانية وثالثة. وكان برضو في الوقت ذاك الأسرع أعتقد تغيرت المناهج دي، كنا كان يمتحنوا الناس أحياء ورياضيات وادبي، الباقي العلمي والادبي والعلمي فيه والرياضيات والاحياء. وامتحنت انا احياء ورياضيات وخشيت هندسه في جامعه السودان. الثانوي ده انا جيت فيه انت والدغاليم زينا كده من بور السودان ل زي يقولوا للخرطوم او من كسل للخرطوم، كلنا اولاد شرق. فالنقلة دي بالنسبة لك يعني كان فيها أنت مشيت كبيرة جدا جدا، كبيرة جدا جدا. أول حاجة أول مرة أركب مواصلات عشان أمشي المدرسة. طول حياتي يا برجليني في الثانوي في الابتدائي أو بعجلة في المتوسطة. فقصة إنه أصحى الصباح عشان أركب مواصلات، أنا في أول فترة فتحت المدرسة قبل ما ناس أهلي يجوا الخرطوم، فرسلونا نحن وأختي الأصغر مني طوالي، باعتبار المدارس فتحت فرسلونا نقعد هنا. فكنا قاعدين جزء مع جدي في امتياز ناصر وجزء مع خالتي في الحاج يوسف. فكان بتحرك من هناك بجي المدرسة، فكان الموضوع ده صعب 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 شديد جدا جدا. وبعدين التزام المدرسة الثانوي أنا ما قادر كنت عليه يعني، ما كنت قادر عليه. فأنا واحدة من الحاجات اللي في المدارس دي كلها ما كنت زي متفوق في المدرسة يعني، كنت من النوع اللي بيجي 14 25 30 32 يعني، ما كنت زول من الناس القداميين القدام دي. فالموضوع ده برضه كان بالنسبة لي مشكلة كبيرة جدا. بعدين الفترة يعني تقريبا أولى ثانوي دي كلها كانت أنا عايشة ما بين أهلي يعني، في ظل انه اهالي ما جو لسه سكنوا واستقروا في الخرطوم.
فالموضوع ده أثر علي أكاديميا برضو، يعني ما كنت ما مستقر في الوقت ذاك لحد ما جينا امتحنا ومشيت ثانية. لكن بيني وبينك كان في فريق كبير جدا جدا، فريق كبير جدا. أول حاجة شخصيات الناس اللي بقرا معاهم في المجتمع اللي أنا، يعني المجتمع ده بيخلص وبيطلعوا الناس زي البرة، كل دول بيجي أبوه بالعربية بسوقهم سواقنا ونبتاع، ونحن بنمشي نشوف المواصلات. ففعلا الموضوع كان بالنسبة لي حاجة مختلفة جدا، يعني العلاقة اللي بتتبني أيام المدرسة دي ما كانت موجودة شديد، ما كانت موجودة بالذات في أولى وأنا دار أحصل المواصلات، والزمن ده كانت التفاسير بتاعت المواصلات دي حاجة صعبة جدا جدا. لكن أعتقد أنا أدابت كده في تانية، يعني في تانية أنا كنت أدابت الموضوع ده وأخذت التانية ذات قصيرة، يعني ما كانت طويلة. في تالتة انشغلنا بامتحانات شهادة سودانية وبيعملوا لهم كامبين كده في المدرسة وكده. لكن واحدة من الحياة السيئة جدا في التوقيت ده كان انتشرت المدارس الخاصة يا أنور. فكان نحن المدرسة دي يعني اوت اوف 7 حصص بيكونوا الاكتف حصتين، يعني بنقرا لنا حصتين كده. الحصتين الأساتذة ما بيكون عندهم، يعني ما بيكون مرغوب موجودين، مرغوب في المدارس الخاصة. ما الأساس بتوع شباك التذاكر؟ ما بتاع التذاكر، يعني مثلا بتاع الموسيقى، بتاع التاريخ، بتاع الرياضة، بتاع الحاجات اللي ما بيلقى. لكن مثلا ناس الرياضيات وناس الكيمياء وناس الفيزياء طبعا مش المدارس الخاصة. فالوقت ده كان الموضوع ده، يعني المدرسة دي من الساعة 11 12 بيفتحوا الباب، الدار يمشي يمشي والما دار يمشي، يعني ما في حصة يعني. فدي تالتة. فكان اجتهادنا في انه نلقط، نقول والله يا اخي الحصه الرياضيات نمشي نحضرها في معهد صلاح والما عارف شنو نقرا وين وكده. والموضوع ده نحن ما اكتشفناه الا لما بدات السنه الدراسيه، يعني ما كنا متحضرين له. بعدين قيمه الشهاده السودانيه دي برضو انا ما كنت مدركه شديد، يعني ما كنت ما القيمه بتاعت انه انت تجيب درجه كبيره وتختار الكلام ده ما كنت مدرك له، وما متخيل انه زيه زي النقله من فصل لفصل كده. فالمهم يعني بمساعدة ناس البيت وأخواني الأكبر مني وكده، امتحنا دفرك دفرك دفرك، امتحنا في الشهادة السودانية وجات الجامعة. جات الجامعة برضو، يعني أعتقد إنه أنا مثلا رغبتي اللي كنت داير أقراها يا أنور ما لقيتها، يعني ما كانت فيها. أنا كان نفسي مثلا أقرأ هندسة الطيران، وقمت لقيت لي قبول من برا، لكن كان الولد الواحد والما بيخلوه يمشي بعيد من امه وكده، فرفضوا انه انا امشي وكده، وخسرت الاسكولارشيب دي. ودي واحده من الحاجات اللي خلتني مثلا في يعني تقريبا السمستر الاول والكلام بتاع الشغل الوطنيه دي ما كنت داير امشي، لان انا عارف نفسي خلاص مسافر برا وما شغال بيه كتير، ما كنت بمشي الجامعه، يعني حتى القبول بتاع الحكومه بمشيه وكده. فبعد ذاك يعني اصطدمت بالجامعه، لان انا المفروض امشي اقرا الجامعه واعمل الحاجات دي كده. انه انا دفعتي او اصحابي وشلتي وكيف في الخرطوم، يعني مشوا التقانه، مشوا الاسلاميه، مشوا الاهليه، مشوا كده، وكان عندهم ترحيل ويجي وكده، وانا كنت حابب الموضوع ده، فلقيت انه انا براي بس بمشي جنوبيا. فدي واحده من الحاجات برضه كانت مكسلاني كده، يعني انا اعتقد انه واحده من الحاجات انا كنت ضايع، ولحد يوم الليله بقول انه انا زول تايه كده، ما عارف انه انا يعني ما كان يعني ما 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 في يعني ما في التزام كده، ولا بسموه شنو يعني ورا الكلام، ما في يعني ما حاسس باهتمام الموضوع ده كده، ما حاسس انه يا اخي انا المفروض اكون هل يعني تشتغل انه ده دي هو جزء من الاضطراب اللي بيحصل لنا احنا اولاد الاقاليم دي لما نجي العاصمه؟ الموضوع ده بالمناسبه حتى ناس العاصمه دي مره، يعني اعتقد انه الموضوع ده له تأثير بأنه الزول اللي بيكون داري يعمل أكثر من حاجة في وقت واحد بيقوم ما يعمل ولا حاجة فيهم، عرفت الكلام؟ يعني هي دي أعتقد دي، يعني شفت الموضوع أصلا، يعني ما أعتقد أنه مثلا له علاقة بالأغاني، لكن يعني بكون أنا داري أعمل كل شيء، يعني داري أساعد ناس بيتنا وداري أشتغل وداير أقرأ وداير أنجح وداير أكون أرفع عليه الراس وداري أوديهم الحاج، وأنا ما بعمل في أي شيء من الحاجات اللي بقول عليها الحاج. فهي اعتقد برضه نوع من انه يا اخي الزول بيتحمل مسؤوليه بدري قبل وقته وقبل الحاجات دي. تاني جينا الجامعه،
الجامعه يعني في واحده من الحاجات انه حاجه يعني ان شاء الله ربنا ناس انت الاختيار بتاع التخصص ده نجيب فيه شويه، لانه دي واحده من الحاجات المسجس دايما حبيبنا ياسين بيركز فيها، في انك انت ده هل اخترت التخصص بتاعك ده عن قصد ولا بس هو اداك مكتب القبول وجيت وداك مثلا مكتب تجرب؟ القبول وداك مكتب القبول وداك طيب انت مكتب قدمت القبول شنو؟ يعني انت انا ربطك كان يعني هندسه الطيران، شوف لكن لما جيت في الفورمه كتبت شنو؟ ما هندسه الطيران دي هنا ما في، ففي بتقوم تعاين حاجه انه يا اخي انت جايب لك 84، ال 84 دي بتدخلك وين؟ اكوردنج للكراس بتاع السنه اللي فاتت دي، بتقوم تشوف تبدا ترص في الحاجات من الاغلى تمشي ارخص 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 ارخص. انا ولا حاجه من الحاجات دي ما كانوا انترست فيها، لانه كان بالي في انه يا اخي انا حاقطع القرايه دي حاقطع القرايه، حاسافر برا حاسافر برا، حاقرا الطيران ده حاقرا الطيران يعني. فما كنت يعني كنت بملى الحاجه دي اداء واجب، وفعلا لفقت معاه جامعه السودان دي يعني. و التخصص وبرضه شنو كان؟ هندسه اتصالات، هندسه اتصالات والكترونكس. اوكي. فما كانت الرغبه اصلا بال يعني ما كانت رغبه في الموضوع ده، بالعكس كنت اتدرس في الكمبيوتر اكثر، في انه يا اخي انا امشي في الكمبيوتر والحاجات دي. واللي هي دي طوالي بتقوم تذكرني في انه يعني صادفني كان دكتور عمار خميس، دكتور كان بيدرسنا في كالكولس في سنه اولى في الجامعه. فقام نصحني انه يا اخي يعني من غيابي الكثير وكده قال لي يا اخي انت الموضوع ده ما حتنجح فيه. الموضوع ده انت تعب ساعه يعني ما يعني بيجي مثلا يكون يعني يوم اجي الجامعه بتكون اليوم ده اوف. بجي بلقى المحاضرة انتهت أصلا يعني ما فقام قال لي يا أخي نحن والله وسمعت إنه مثلا في كلية اسمها البيان وكانت أول سنة ليها وبتقبل الناس الجايبين أكثر من 80 كده، فمشيت قدمت وشالوني فعلا قريت كمبيوتر ساينس، وأنا قريتهم الاثنين. فدي واحدة من الحياة اللي برضه يعني كملت الهندسة كملت وكمبيوتر الهندسة وكملت الكمبيوتر ساينس. فدي واحدة من الحاجات اللي اعتقد انه هسه انا شايف نفسي فيها الكمبيوتر في الوقت ده، فعلا حبيته. وكان الموضوع ده ترند، شفتوا الترند بتاع البزنس اللي هسه الناس بيكونوا داير يقروا في البزنس، وهسه مثلا الاي اي والكلام ده، كان الوقت ده كان ما بيقرا الكمبيوتر ده ما قرا، كان الترند الكلام ده نتكلم على مثلا 1999 2000 2001 2002 والكلام ده. انا وانت الاثنين طبعا نموذج واحد، الاثنين قاريين بالضبط. ايوه بالضبط كده. فمشيت الموضوع ده ودرسته وخلصت الجامعه دي كلها في الكلام ده، لكن كان كل شغفي مرتبط بالكمبيوتر ده، فاعتقد انه حتى نجاحي انا طيب ده نجيب في حته مهمه جدا جدا. في ناس ياهو بيقوم بيسالوا كثير جدا في الباحثين السودانيين من الشباب، ويا اخوان والله انا مثلا بقرا الحاجه الفلانيه، فهل وده اقرا معاها حاجه ثانيه؟ ممكن تقرا طبعا في جامعه حكوميه وتقرا في جامعه خاصه، الاثنين في نفس الوقت. فهل دي حاجه بتنصح بها؟ يعني الزول يكون عنده زي ما بيقولوا مسارين في جامعتين في نفس الوقت، هل ما كان فيها ستريس وضغط بالنسبه لك؟ هاي فيها ضغط وفيها كل حاجه، لكن في الوقت ده كان طري يعني بقدر على الموضوع ده. يعني الموضوع ده انا ما بنصح به يا انور في الماسترنج ديجري، يعني مثلا الناس اللي بتعمل 2 ماسترنج ديجريز و3 ماسترنج ديجريز والحاجات ده انا اي دونت ريكومند الموضوع ده. يعني انت وين يو ماسترينج ثينك، انت لما تبقى خلاص ماستر في الموضوع ده خلاص يكون الكارير واضح وبالزول ماتيور كده. ان احنا في البكالوريوس ما ضايعين يعني، لحد ما تخلص البكالوريوس ده ان احنا ما عارفين دايرين وين، بيظهر لك بعدين بيظهر لك الطريق وانت ماشيه يعني، بيظهر الطريق هو المشي يعني. فالزول اللي عنده امكانيات انه يقرا الكلام ده في البكالوريوس يعني اعتقد انه بس ما يعني زي كده كان زول ضايع يعني. لكن اعتقد انه اي مجهود مفروض تعمله ما يكون برضه بكلاريوس يعني. مثلا يعني انا نصيحتي يا انور لو في حاجه دار اقولها انه انت لو بتقرا اي تخصص بيتر فور مي انه تقرا معاه اللغه، لغه لغتين ثلاثه حاجه زي يعني. انت بتقرا كمبيوتر اقرا معاه فرنش، اقرا معاه الماني، اقرا معاه صيني، اقرا معاه كوري، اقرا معاه كده. حسيت انه انت والله في سنتين انجزت اللغه دي ابدا لغه ثانيه يعني. اعتقد انه لو في حاجه promising for the next 10 years انه الناس الكروس بوردنج دي، الناس اللي بيقدروا يكسروا الحواجز اللي بيقدروا كده، اللي هم بيتكلم لغتهم يعني بتعمل الحاجات دي. فهسه مثلا دي خطتي في انه يا اخي انا اولادي دي اخليهم انه يقروا لغات اكثر، في انه من انه يتخصصوا في تخصص تخصصين ولا يعملوا الموضوع ده ولا
اسمه شنو الدول ديجريز والحياه اللي بيعملوا فيها الناس حاليا دي. طيب هنجي احنا لموضوع الاولاد لاحقا. يعني انت زول فاميلي مان، دي حاجه انبشت عليها شخصيا، شفتها بعيني ما حكوا لي ولا قريتها في حته ما. الان الجامعه، الفتره بتاع الجامعه دي انا بركز فيها ليه؟ لانه في ناس من الشباب والشابات بيقروا وبيعلقوا في هنا. يعني في واحده هسه شاب قبل شويه علقت قالت انه والله يا اخي انا مرحله الضياع دي مرحلتي انا بالضبط يعني اللي انا قاعده فيها. فهل يفترض انهم يكونوا وورد ولا انه لازم يكون عندهم البلان بتاعت ما اعرف 6 مانس 1 يير و 3 ييرز والاستراتيجيك والماستر؟ لا 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 they have to enjoy الضياع يا انور. they have to enjoy المفروض يستمتعوا بالجامعه. يعني الموضوع ده اي بالضبط، يعني الضياع اللي انت دول بيحسوا بيه والتوهان ده من الحياه اللي بتكسباند يور فيو، اللي بتوسع ادراكك، اللي بتخليك في كل مره انت لو عرفت طريقك ما بتفكر فيه بس. لكن مرات كثيره لما تيجي تختبر، يعني اعتقد ان واحده من الحياه المهمه جدا انه الزول يكون عنده الشغف بتاع المغامره ده، في انه يجرب دي ويجرب دي ويجرب دي وكده. فانت بتكون جربت الحاجات بنفسك، والكلام ده في وقت انت بتدرس فيه، يعني انت ما مسؤول الا من الاربع سنين او خمس سنين بتاعت الجامعه دي. في اكسبيرينس فيها حاجات ثانيه، يعني الدايمنشنز الموازيه للموضوع ده في الوقت ده جربها. فاعتقد دي من الحياه المميزه في انه يا اخي تكون عندك بتعمل حاجات مختلفه وكده. يعني انا بقول لهم يعني نصيحتي له في اي دول في الجامعه، المراكز المناسبه، المراكز الثقافيه دي بتجري اللغات يعني فيري كيب، يعني بمصاريف بسيطه جدا وقروش بسيطه جدا. يا اخي الموضوع ده معك شغفك في انه تتعلم لك موسيقى ولا حاجه، الحياه اللي احنا ما قدرنا نعملها، يتعلم موسيقى، تعلم ارسم، تعلم تكتب، تعلم كل الحاجات دي ممكن تعملها انت. لكن مثلا نصيحتي انا لو بتكلم على البيزنس بوينت اوف فيو اللي بيبي بتكلم عليها في انه الناس يعملوا دول الجريز وكده، انصحهم بانه يعملوا اللغه. لكن مرحله التوهان اللي هسه قالتها بتنا زي ما انت قلت دي حاجه عاديه وطبيعيه. يعني انا اعتقد بعد ذاك في ناس كثيره بتيجي تسالني الموضوع ده، بقول لهم يا جماعه استمتعوا بالضياع اللي انتم فيه ده، يعني بما انه انتم ما مؤاخذين، يعني انت بتعمل شنو؟ انت ماشي وين؟ ماشي الجامعه، جاي من وين؟ جاي من الجامعه. فاي حاجه وزين الموضوع ده ما مسؤول منها او ما مسؤول منها. فما حاجه توري دباوت يا عمر، ما ضروري ما تعمل الموضوع انه زول يعمل خطط والحاجات دي، لسه مسؤول من الموضوع ده في السنه الاخيره، في اول سنه بعد التخرج حتى تجي الماتوريتي بتاعتهم. يا اخي انا اعرف نفسي فعلا ما طلعت شنو، انا استفدت شنو من الجامعه في الوقت ذاك. يعني طيب هنا ده في زي ما يقولوا تيك اواي لازم ناخده معانا. انت زول يعني مشيت في كارير مختلف تماما عن الحاجه اللي قريتها، يعني فارقت انت الكمبيوتر ساينس يعني كبروفيشن، انت سيوم موظف بتمشي زي ما بيقولوا كلوكينج كلوك اوت، وكذلك انت سيدي ما مهندس الكترونيات قاعد لك في مصنع ساريه ولا في حته شغال زي ما بيقولوا ديزاين ولا ديفلوبمنت ولا كده. انت الان بزنس، انت زول بتاع بزنس، فنصيحتك دي قدر شنو ممكن تكون كريدبل؟ لانه اصل ممكن زول يسمع كلامك يا زول انجوي، شوفوا حفلات الدلمين وين، عيد الجلات، تعبين القدال، يعني ما عارف جمعيه شنو، القهوه الفلانيه، كل يقعد يقضيها كلها كده يستمتع تمام، يقول والله يا اخي محمد حمزه ده زول ناجح وزول يعني ملتي مليونير بالدولار، فانا ما في مشكله اقعد العب وما هو قال لي كده، مش كده؟ هي شوف الموضوع ده المعادله بتاعتها مع التوازن، في انه يا اخي انا داير حياتي تكون شكلها كيف؟ يعني 80% بزنس 20% فيها السوشيال لايف دي، ولا 70-30 ولا 60-40 ولا شكلها كيف؟ البلان ده ما بيسهر لك يا انور في انت في سنين الجامعه. حنكون يعني الجامعه دي لازم تزور تستمتع بيها، لازم تستمتع بيها زي او زي اي مرحله من مراحل حياتك. يعني المرحله بتاعت انه تحدد الكارير اللي انت هتشتغل شنو وانت طريق حيكون شكله وين والكلام ده، ما بيقدر زول في الجامعه يعمل، عشان كده مثلا بتلقى الناس الواحده من الحياه الحاسه مميزه جدا في الناس الانفلونسرز، في الناس الموجودين في كده، الناس اللي مش يشتغلوا فولنتيرز ايام الجامعه، اللي انضموا للفولنتير تبع اليون، شارع الحوادث، صدقات، حاضرين كل الأنشطة الموازية في الوقت ذاك، نادر كسب زمنه. لكن برضو هم ليهم متعة في المجهود اللي بيعملوه ده. في زول تاني في ود اللمين، في تعبين القدال، في الليالي الشعرية، كل زول شايف نفسه شغف وين وحاجاته اللي بيحبها وين. فدار أقول إنه الفترة في الجامعة دي أنا ما دار أشغل بها زول في الشغل،
لكن دار اقول لي يا اخي انت واحده من حاجاتك المطلوبات اللي انت لو عندك مساحه بتاع الزمن وعندك جامعه فيها الفلكسبيليتي بتاع انه تعمل حاجه ثانيه، انا نصيحتي الحاجه اللي انا كنت بتمناها وبرضه خدتيها لقدام لناس ثانيين انه تتعلم لغه ثانيه، لكن الجامعه دي لازم تستمتع بها امور. الجامعه دي المفروض فيها حياه ثانيه خالص، بس تمشي وتخش المحاضره وتطلع المحاضره وترجع البيت وتشغل نفسك بحاجات وتكيب اونلاين، الحاجات دي ما زي زمان. الحياه الاونلاين والحاجات دي بتفقدك معنى، يعني بتفقدك حاجات حلوه كثيره جدا انت ممكن تعيش في الوقت ده. فالجامعه دي فيها حاجات انا ما اعرف ليه حتى في الجامعات دي بتقدم الاكتيفيتيز اللي بتخلي الطلاب دي الاتاش في الجامعه ولا بس جوا الكلاس رومز. لكن دي واحده من الحاجات اللي بتخلي الناس اتاش في الجامعه، بيتذكروها ما بيتذكروها بالكلاس رومز، لكن بيتذكروها بالاكتيفيتيز بتاعتها اللي كانت بتعملها اول ثرو السنوات اللي انت بتقرا فيها يعني. فدي نصيحتي والله يا دكتور. طيب الجامعة هي أصلاً بتقوم على ثلاثة أعمدة، اللي هو التعليم والبحث وخدمة المجتمع. يعني الناس اللي بيشتغلوا والله مع صدقات، مع شرع الحوادث، بيشتغلوا مع في دار مايقومة، بيجي يشتغلوا معنا في الباحثين السودانيين، وبيشتغلوا في تيدكس وغيرها، ديل كلهم بيعملوا في خدمة المجتمع. هم بيمشوا الكلاس روم، بيقعدوا بيحضروا بيتعلموا، وكذلك بيعملوا بحث علمي. انت الليله البيزنس بتاعك الكور بتاعه اساسه هو الماركتنج ريسيرش، يعني بحوث ابحاث التسويق، فكلمه ريسيرش دي داخله فيه اصلا. فانا عايز اسالك انت ايام الجامعه هل كان عندك اي انترست في الريسيرش؟ هل كتبت اي بحث ولا نشرته ولا كده ايام الجامعه؟ لا 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 لا، لكن يعني واحده من الحاجات اللي كنت نشيط فيها، يعني واحد كنت بصاحب السناير الناس الخريجين في الجامعه، فواحده من حاجاتهم كانت الاكتيفيتي بتاعتهم مشاريع عند التخرج. فمشاريع التخرج دي واحده من الحاجات الجاذبه جدا اللي بتحدد لك مسارك المهني ومسارك في اختيار مشروع التخرج. مشروع التخرج ده اعتقد اول نقطه في اختيار المسار المهني بتاعك. يعني بنصح انه مثلا لو انت ده تعمل اي مشروع مشروع تخرج، خليه يرتبط بانه انت تبدا شو بعد ان ذا فيوتشر، يعني في مجالك ده لو حتشتغل في مجالك ده اعمل الحاجه اللي لها علاقه بالموضوع ده. اذكر يا انور في الوقت ده انا اشتغلت مشروع تخرج اتس فويس اوفر اي بي، وسميته ايفون. يا اخي اصلا ما اقول. اي والله العظيم ده الهام كسلاوي ده ولا شنو؟ يا هلا مرحبا آيفون. حبيبنا الغالي أستاذ ياسين، منور منور منور. أهلا يا ياسين. أهلا السلام عليكم باشمهندس محمد حمزة دكتور أنور. الله يديكم العافية. أهلا يا أستاذ ياسين. الله يسلمك. ما حبيت أقاطع، معلش يعني دخلت تخليه في الوقت، أنا داير أخش مستمع أسمع القصة الجميلة والآيفون والحاجة دي يعني، فهو أصله معاكم بعد شوية. طبعا الصوت ده اسي ادوب كده بيجي تونس على دروب النجاح جيبين ده كان الضابل بتاع الكلام. يعني بعتذر والله بعتذر، ظرفي طاري يعني في اخر لحظه. وجزاك الله خير دكتور انور، يعني دائما انت بتدلنا يعني. الله يديك العافيه واصلكم جميعا جماعه ان شاء الله. شكرا جزيلا. الفكره كانت في مشروع التخرج انه يا اخي انا كنت يعني واحده من الحاجات اللي فكرت فيها انه انا اشتغل في النتوركينج النتورك في الكوميونيكيشن يعني. فواحده من الحاجات اللي كانت الوقت ده فكرت فيها كان انه اعمل فويس اوفر اي بي فون، يعني حاجه اونلاين. الكلام ده سنه كم برضو عشان شنو؟ 2003 لسه الايفون ما طلع، بس شفتها فهي انا دار طالب بالموضوع. يعني انا قصدي انه في خواطر بينك وبين زول باحث في السيليكون فالي اسمه معرفة. مش كده؟ بس عملت كسمينا البراند كان ايفون في الوقت ذاك 2003 كان هو مشروع التخرج بتاعنا انا ومعايا زميلتي في انه يا اخي نعمل بالاوفر اي بي، نعمل الاثنين يتكلموا مع بعض، وعملنا الحاجه دي وده كان مشروع التخرج بتاعنا. اللي هو ده كان بداية في إنه يا أخي أنا حختار كنت اخترت اللاين بتاع إنه أنا أشتغل في النتوركينج. فده كانت الحاجة الأوفر آي بي وكده، فسميناه آيفون. آيفون. آيفون والله. الله سبحان الله. إحنا البحث بتاعك ده لازم نجيبه ونحطه في الباحثين السودانيين، يقول يا أخوانا ده الزول
بالدور العملي في 2003 قاعد بيكون في المكتب هسه في الجامعه بيكون قاعد وانا امشي اطلع البتاع ده واشوف الملكيه الفكريه. زي زي الزول بتاع شعار الهلال ذاك المسك سجل. الله يديك الصحه والعافيه. طيب يا ابو حميد انت تخرجت من الجامعه وزول عندك حاجات كثيره دار تعملها، دار تساعد الاسره، داير ما اعرف تحجج الابوين ودار تعمل، عملت شنو؟ اها تخرجت من الجامعه، تخرجت من الحاجتين في نفس الوقت صح؟ تخرجت من الجامعه كان وانا في اخر سمستر في الجامعه يعني كنت شغال حاجات جانبيه، يعني كنت بشتغل في شركات بتاعت الكمبيوتر دي، بنمشي كان الوقت ده تجميع الاجهزه، كنت بنجمع معاهم الاجهزه، نركب نجيب المذر بورد، نركب البروسيسورز والرامز، ونركب نجهز الاجهزه. وكان يعني كنت بشتغل حاجه مع شركات كبيره بتبيع للحكومه، بتبيع بلك لوزاره الماليه لكده، وكان الكمبيوتر ده في اول ايامه، فالكلام ده كله اول ثرو الجامعه كنا نشتغل معاهم الحاجه دي، يعني ما بقروش كثيره لكن كانوا بيدونا قروش يعني. فواحدة من الحاجات قاموا نصحني جارنا كده في انه يا محمد يا اخي امشي ابتك، اقرا في ابتك كورس بتاع مايكروسوفت ده وكده بتاع النتوركينج وكده بيساعدك في الموضوع. فمشيت والله لقيت قروش كثيره جدا جدا، وجيت كلمت ناس الشركه قلت لهم يا جماعه ممكن اشتغل اي حاجه بس بصوا ادونا ادفع على الموضوع ده. فدخلت الكورس ده في اخر سمستر في الجامعه، اللي هو كان سمستر هو كله مشروع التخرج وبيتكلم في الانحاء دي، وكنت بديت الكورس ده. فاخذ مني زي 5-6 شهور اللي هي 4 شهور بتاعت السمستر، وشهرين بعد ما تخرجنا من الجامعه. وبعدها كان طبعا الامتحانات بتاعت اللي هي بتاعت مايكروسوفت الام سي بي وام سي اس اي وام سي اس اي وام سي اس، الحاجات طبعا ممنوعه كانت في السودان عشان الامبارجو والسانشن وكده. فبعد ما تخرجت لم تطلع في كده، ومعاي صديقي في الوقت ذاك فهد العطف، قررنا انه نحن نقرا الكورس ده، قريناه ومشينا امتحناه من مصر. قعدنا في مصر زي شهر كده امتحنا الكورس ده. وانا في مصر الانترنت ده برضه كان شفته يعني برضه كان الموضوع ده جديد كده في الدنيا. هنا كان يعني كان في مصر الوقت ذاك كان شويه كان يعني جبنا معانا البي سي، جبنا البي سي معانا من السودان من هناك، وبقينا شغالين بيه ووصلناه بنوصل بالبي اس تي ان بالتليفون الانترنت الديالوب بتاع التليفون ده وكده، ونشغل نجيب عنده صوت سامع خلاص لما يكون بيعمل كونكتنج بالضبط كده. نعم. ونقعد نسمع على اغاني على نوركينج والحاجات زي دي كده طوال الفتره دي طوال الفتره دي، والشهر نحس باننا احنا في غربه وكده ونتجرس. وقمنا قرينا الحاجة دي. في واحدة من الحاجات بتذكر وأنا بعمل في إجراءات السفر وأنا جاي مصر، قمت قدمت لوظيفة في الأمم المتحدة. الوظيفة دي كانت بتاعت داتابيز أدمنستريتر، وأنا ما بعرف في الموضوع ده أي حاجة. المهم بأي حاجة من الأحوال أنا دار أقدم زي أي زول تاني دار أقدم، وأنت قدمت وخدت في السي في الرقم تلفوني، وانا جيت مسافر اديت تلفوني ده لصاحبي كده في السودان وجيت هنا. اخذنا امتحنت كل الحاجات، باقي لي زي اخر اكزام كده اعتقد، قام ضرب لي قال لي يا اخي الناس دي ضربوا وبقوا دايرينك للانترفيو. فكونوا دايرينك للانترفيو دي بقى انا شايف نفسي ان انا وصلت كان في الوقت ده. فركبت رجعت يوم اربعاء، ويوم خميس خشيت الانترفيو، وعمل لي الانترفيو ده واحد هندي بريطاني كده. فوزن 10 دقائق كده حصل موضوع انه الزول ده ما نافع، والزول ده ما زولي اصلا، وانترنت الداتابيز ادمنستريتور لانه كلامي كله نتورك، وانا ممتحن المايكروسوفت وانا ممتحن كده كلامي كله نتورك. ففعلا اعتذر لي قال لي يا اخي والله الموضوع ده ما حينفعه كده، وانت ما زول بتاع داتابيز كده. فمشيت قعدت مع اهلي كم يوم كده، وبعد ذلك جيت راجع كملت موضوعي. طيب دقائق هنا ده في حاجه ممكن ناخدها برضو. انت زول ما بتاع داتابيز لكن لقيت وظيفه في الامم المتحده وقمت طوالي لصقتها يعني طوالي قدمتها طوالي. ايوه هل الحاجه دي بتنصح بها ولا ما بتنصح بها؟ لانه الشباب سي بعض مرات بتكون في فرصه مثلا بتاعت وظيفه بتاعت حاجه بتقول انت والله انا داير زول مواصفات 1 2 3 4 5 يقوم بيرسلوا لك ناس
من 100 وانت بطالع لفوق مثلا، فانت بتكون ده تساعد لكن ما بتقدر تساعد لانه بتكون اوفرويلمد، يعني الحاجات دي كثيره جدا. رسول لك ناس ما يفترض انه يرسل لك، يعني انا بتكلم من وجهه نظر عين ثالثه. صحيح، لكن من وجهه نظر بتاعت انك انت الزول ده تغامر، ده تمشي تشوف الانترفيو ده فيه شنو اصلا. بالضبط يعني كده، بالضبط. نعم. كده انا قلت لك الناس دي وين زي كولد مي، الناس دي لما ضربوا لي انا شايف انه انا وصلت في الوقت ده. وهو لما قال لي يا اخي داتابيز ادمنستريتور انا ترددت، انا اسافر امشي ما امشي اعتذر، وسفر سفر ده الوقت ذاك يعني قروش كثيره، والطيران ده قروش كثيره ما حاجه بسيطه. لكن قلت اكمل المغامره دي، وانا زول بتاع يعني بحب المغامره. فمشيت وقلت لك زول يعني بعد 10 دقائق كده طوالي فتح الباب واعتذر لي، قال لي يا اخي تبغى تزورنا انا داير كده، وانا ما عارف انت جيت هنا كيف يعني. فقال لي انت زول بتاع كان احساسك شنو هلا زي يقول والله ولا شيء ولا شيء والله ولا شيء، لكن يعني انا ثياب وبتاع ابدا 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 والله. يعني واحده من الحاجات انه انا عشان ادخل المحل ده ذاته، المحل ده بيخش الناس لابسين يعني بريت حفيانين ولا لابسين يعني عرفت المكان ده، انا ما كله غريب علي يعني الحته دي. كان احنا جايين بالمواصلات يعني عرفت منين عايلها كده الكلام ده، كون انا جاي القيز مكتوب في الباب وتخش تسوقني واحده كعب عادي كتك 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 خش هنا الكلام ده ما كنت بالنسبه لي انا ما اشتغلت يا عمر يعني. الموضوع ده يا جماعه الموضوع ده ما موضوع بسيط بالنسبه لي انا، بالنسبه لي الوقت ذاك انا وصلت. فده احكي لك الغريب في الموضوع، انا جيت وخلصت امتحاناتي ورجعنا، وبعدها بثلاث اربع يوم ضربوا لي نفس الناس الوظيفه دي وقالوا لي يا اخي انت كنت مقدم عندنا كده 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 ونحن دارين انك تجي تقابلنا. الناس دي جنوا ولا الناس دي وطردوني يعني. فمشيت فلقيت كانت ملاقتني واحده كده قالت لي يا اخي انت كنت قدمت لي كده 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 وحكوا لنا الكيس بتاعك وضحكوا فيك الناس يعني، لكن الزول ده قال انه لو في اي بوزيشن بتاع نتورك انجينير الزول ده تنادوا ونحن فتحنا البوزيشن ده، وانا داير اعمل لك انترفيو، لو انت جاهز الليله جاهز، لو ما جاهز انا بديك كم يوم كده وبلاقيك. قلت لها دول انا جاهز. يا سلام. فالبرنامج كان برنامج بتاع الماين اكشن بروجكت، كان بتاع برنامج بتاع الغام تابع للامم المتحده، وفعلا شالوني وقالوا لي البيز ستيشن كان في كيب تاون، فقاموا شالوني ودوني كيب تاون. يا زول يعني انت عينت في الامم المتحده بخرطوم في انترناشونال ستاف؟ طوال انترناشونال ستاف طوال لانه زول اول حاجه الناس دي واحده من الحياه مثلا انترفيو ما كان ما بتكلموا ما بتكلموا كان على البيزنس يعني ما بتكلموا على النتورك، كانوا بيتكلموا عليها تحد انت جاهز ممكن تسافر تشتغل. فالويلنس ده بتاع انه زول شايل شنطه الظهر ده ومحل ما ده تودوه ودوه، هم كانوا دارين الزول ده، فكان ده الزول المناسب، زول طالع ما عارف داير شنو في الدنيا، عنده ما عنده اكسبيرينس لكن عنده الباشن بتاع البيزنس بتاع الحاجه دي وداير يشتغل فيها وريدي يسافر يعني. فمشيت اشتغلت في الموضوع ده واشتغلت معاهم، كان البيزنس ستيشن في كيب تاون. بعد ذاك سافرت حاجه و يعني في سنتين وثمانيه شهور انا سافرت زي حاجه 43 44 دوله في افريقيا. يا زول بنعمل ايوه كنا بنستطب كنا بنستطب انا كاتب بتاع ماين اكشن، كان البروجي ده جديد كده لليوين وكانت بتفتح في الدول اللي ما فيها انستابيليتي. فكنا بسافر يعني مثلا لما نمشي نيجيريا مثلا بمشي ابوجا وبمشي ليغوس وبمشي كانو، لانه يعني في خرطوم لما نجي الخرطوم بنقعد في الخرطوم نقعد في البيض ونمشي بورسودان ونمشي نيالا. فحتى جوا الدول دي بنمشي مدن مختلفة وريجنز مختلفة اللي بتكون فيها عدم استقرار وبيخافوا منها إنها ممكن تحصل فيها حاجات وكذا. فأنا كنت جاهز للموضوع ده وفعلا سافرت واستمتعت جدا بالتجربة دي، وأعتقد دي بعد ذلك كانت لها تأثير كبير جدا في حياتي يعني. دي لحد المرحلة دي لو في أي تمام ده كلام جميل جدا. يلا دارين نعرف إحنا الإنجليزي ده شغلك في الأمم المتحدة جبته من وين الوقت ده؟ من كسلة الخرطوم الأساسة في أيام الامتحان الشهادة كلهم في المدارس الخاصة بيقعد لك أستاذ الفنون والرياضة والكلام ده، الإنجليزي جاي من وين؟ لأنه دي واحدة من بوابات العبور المهمة
كلامك سليم، كلامك سليم. الجامعة والله يا عمر، الجامعة والأفلام، الأفلام دي واحدة من الحاجات الكده، الأفلام بتاعت الشرايط بتاعت الفيديو ديك، الأفلام كنا نحضر أفلام كثيرة جدا، لكن الجامعة، الجامعة كلها إنجليزي، فده واحدة من الحاجات المهمة جدا. الإنجليزي الناس بيجي برغبتك فيهم، ما بين هو يتوفر لك يعني، الناس بيجي أسهل كثير يا عمر، ما في تلفونك ده أنت ممكن تعلم إنجليزي يعني، والأفلام دي موجودة في كل ركن الدائرة يعني. الموضوع ده حتى في صعوبته كان لجازي، وما بالك باليوم. فأعتقد إنه أنت لو راغب في حاجة بتعملها، دي أنا واثق من الموضوع ده. فهم برضو ما يعني، أعتقد حتى في الوظيفة دي ممكن يكون برضو الإنجليزي في الوقت ذاك ما رات ما قاعد كويس، لكن هم ما كانوا دايرين الدور الإنجليزي يكون رات كويس، قدروا إنه يكون هو ويلينج يسافر ويشتغل وكده. وبعدين كنت بشتغل الهارد ويرك يعني، كنت بشتغل الشغل بتاع الكهربجية يعني، دقدق وركب والانتنات ومربط الفي الفاس والحاجات اللي دي يعني. كنت شغوف مغامر وهارد وركر يعني، تشتغل شغل نظيف ما في كلام، اشتغلت شغل ما بيجي زول تاني راجع وراك، خلاص اللي اشتغلته ده انتهى. يعني هو كان الكرو ده فيه كده يعني، الكرو ده بيكون فيه زول بتاع اتش ار، زول بتاع نتورك، زول بتاع داتابيس، وزول بتاع ادمن. بتاع الادمن والاتش ار دول يمشوا قدامكم، بيأجروا المكاتب ويفرشوها ويجهزوها، بتاع الاتش ار يمشي بعين اللوكال ستاف ويعمل الحاجات دي يعني، احنا نركب وكده وندرب الناس على الحاجات يعني. هم كانوا ناس منظمين عارفين الحاجات دي بيعملوها كيف كده. وبعدين الناس دي من جاي، من كل زول جاي من بلد برا، وكل زول جاي عنده يعني. يعني انا الوحيد اللي كنت بفطر 10 صباحا، الناس كلهم بيفطروا 6 و7 وكده. فدي واحدة من الحياة ما زال يمسح من النجمة يأكل كده، ليش ديتوا جايتوا سحيرتوا بتاعته من النجمة يعني، لكن ده الفطور ده بعد. طبعاً ما أعرف الموضوع ده يعني، يعني الموضوع ده اللي في المسلسلات المصرية كان الفطار على الصبح ذاك والكلام ده. فدي بعض من الحضارات اللي ممكن تكون كانت جديدة عليه في الوقت ذاك يعني. تمام، ده كان أول مرة تقبض بالدولار. أيوة. طيب الكلام ده خلاك يعني تفكر في شنو يعني؟ هذه انه احلامك خلاص اتحققت، والله انا يعني بقيت يو ان ستاف وبقعد بالدولار وقاعد لفيت 43 دوله الى اخره. الوضع ده ما كان فيه يعني، انا وكيد لما سافرت كان واحده من الحاجات اللي فاتت علي انه انا لما تخرجت من الجامعه عينتني معيد في الجامعه، ولما اشتغلت في الامم المتحده ما وقف المرتب بتاعي يعني. كانوا بيقولوا لي في اي وقت انت ستاف معانا وكده. انا كنت واحد من الفيرست والسكند في الناس تخرجوا في الكليه وكده، والناس يعني انفست فيني مجهود يعني، ما قروش لكن مجهود يعني، ركزوا معي شديد جدا في بعد ما انا في اخر سنه في التخرج، لما جيت مسافر، لما كده كل الحاجات دي كانوا يعني كانوا بيساعدوني، كانوا بيقفوا معي. فكان مرتبي بتاع الجامعه ده بيمشي لناس بيتنا. مرتب الأمم المتحدة ما كان يعني، أنا ما صرفت إلا بعد ما قدمت استقالتي، ما صرفت القروش كاش في يدي، صرفت المرتبات مع نهاية الخدمة بتاعتي وحاجاتي. أنا القروش ما كنت بمسكها في يدي، هم كانوا هناك بدون البردين بتاع إنه يسافروك يأكلوك ويشربوك كل شيء يعني، فما كنت بحتاج إنه أنا أصرف قروشي دي في الوقت ده. فما حسيت بإنه أنا عندي قروش يعني، ما كنت. بعدين ما قيمت القروش ذاتها ما كنت مدركة تماما، ما كنت فاهمة شديد يعني، ما كنت فاهمة شديد. ده درس ثاني برضو ده نجيب عنده، في انه يعني في الطريقة بتاعت حياتنا في السودان الشباب والاطفال وكده ما بيكون مركزين مع القروش، ما شايفين لها قيمة. وكذلك الثقافة العامة يعني بتكون قصة انه والله الزول يوفر ولا بتاع، دي بيعتبروك بخيل ويعتبروك شحيح وكده، يقول لك اصرف ما في الجيب ويأتيك ما في الغيب وما الى اخره يعني. فتأسدي كأب بتعاين للموضوع ده كيف؟ هل بتعلم أولادك عن القروش، عن الادخار والحاجات دي، ولا ده تخليهم برضو زي ما أعتقد إنه هسه واحدة من الحياة برضو أنا يعني، واحدة من الحياة مثلا على صعيد تربيتي لأولادي حاليا، إنه لازم يعرفوا قيمة القروش دي، إنه مصدرها ومكانها وأوجه صرفها وحاجاتها وتبر كان متوفرة ولا ما متوفرة، وحساب الأولويات ده في الحياة مهمة جدا جدا يعني. يعني مثلا عندي بنتي حاليا عمرها 6 سنين، بتقول لي يا بابا انا دايره 100، لما اديها ال 200 ما بتقبل، بتقول لي انا دايره ال 100، شايف ال 100 اكبر من العيله. فبقول لها انت لما تلمي زي دي الثلاثه ممكن يعملوا لك كده وكده وكده، فهي بتلمه وهم بيعملوا لها اي حاجه، لكن بمشي بجيب لها انا بالحاجه، بقول لها دي قروش لميتيها
في انها شفتيها عملت لك شنو، فانت لازم تلمي القروش دي وتنظميها وكده. الاكبر منا واعين عارفين قيمه القروش والحياه دي كده، لكن مثلا هسه يعني قيمه انه انت ما تعرف قيمه القروش دي، ما الفئه اميه يعني، ما الارقام على ما قدر انه هي ممكن تعمل لك شنو ما ممكن تعمل لك شنو، ويصرفها واولوياتها. دي واحده من الحاجات المهمه جدا. احنا الناس الماتيور الكبار دير الابهات على مستوى الابهات والامهات وعلى مستوى الاطفال والناس اللي بنربيهم دير، انه ما معناها انا عندي قروش معناه انت تصرفوا في كل حاجه لاي حاجه. شنو اولوياتكم؟ يعني القروش دي عندكم ده تعملوا بيها، ده تطلعوا بيها في الويكند، ده انت تشتروا بيها حاجه لزول، ده تعملوا بيها الحاجات. يعني واحده من الحاجات اللي اعتقد ان مثلا انا لكي فيها لما نمشي مع يعني لما نمشي الجمعه معي اولادي الصغار، القروش اللي بيخطوها الناس في الصندوق بتاع الجامعه دي ما باخدها انا، بديها لهم، بقول لهم لما تطلع من الجامعة مش يخطوها في الصندوق ده في الصندوق ده. فأنا في ولا أنا في أسفاري ولا في وضعي ده بمشي بقول لهم أنا نحن دارين القروش اللي مش يخطوها في الصندوق ده، لأن القروش دي بيساعدوا بها بيبنوا بها الجامعة، بيعملوا بها في الجامعة، بيبنوا بها الكهرباء بتاعت الجامعة. عرفوا أوجه الصرف بتاعت 100 جنيه اللي بمشي بخطها ولا 500 جنيه ولا 20 جنيه دي، عرف إن القروش دي ممكن تتصرف وين. ودي واحدة من الحاجات اللي نحن برضو ما بنعرفها، في إنه نربي النازل في إنه يا أخي القروش دي ممكن يشيلها، لكن هو عارف ان القروش دي جايه من هنا، ده مكان صرفها ودي اولوياتها في انها تصرف في المكان ده. فنحن طبعا احنا ما شاء الله علينا في التربيه دي نفتي بنفتي يعني. نعم. طيب يا حبيبنا ياسين، حبيبنا هيثم كاشف، لحد ياسين لو في عندكم اي يعني مداخله ولا عندكم سؤال لحبيبنا محمد حمزه قبل ما انا برجعه ثاني عند رجوع الدولارات دي مشت وين بتاعت الامم المتحده. فتفضلوا ياسين، تفضل. خش يا هيثم، يا يديك العافيه. والله يا محمد حمزه انت تطرقت لموضوع مهم جدا جدا، والحته بتاعت انه الناس تستفيد من حته الجامعه دي كيف. يعني حاسس كبير، في واحد رسل سؤال في الفيسبوك يعني قال يعني اهميه او خطوره انه الواحد يكون عنده كارير مختلف في ايام الجامعه، بيكون يعني بيكون متشتت ما بين دوم ما بين دوم ما دوم، ما حدد هو داير شنو بالضبط. فانا بتذكر مع واحده من يعني في واحده من كورسات رياده الاعمال بتكلم مع واحده، فقالت لي يا اخي نحن دايرين نحاول ننجز، يعني واحده من سنه ثانيه جامعه دايره تحاول تنجز، الطلبه دي ما بيركزوا في والله الفتره دي هي اصلا فتره محسوبه من عمرك، انت المفروض تستفيد منها تكتسب منها خبره وشويه ستيب ستيب لحد ما تتخرج. فالحته بتاعت الزول مثلا من النوعيه اللي بيكون مثلا ما محدد شغفه شنو، يخش سنه يقول في الجامعه يكون قاعد له مع شله بيتكلموا في مجال الطيران بس خلاص انا ضربت طيار، خلاهم شويتين مشوا على شله ثانيه، الجماعه دي والله يبقوا شنو معيدين في الجامعه وناس باحثين، خلاص انا والله ده في لحد ما اصلا رابع جامعه بيكون لا لما ما عدا لا لما ما عدا، في نفس الوقت ما بيكون عايش الفتره بتاعت الجامعه دي. رسالتك ليهم شنو بالضبط يا برضه شفت يا كاشف، واحده من الحاجات اللي بقولها لك انه الفتره بتاعت الضياع دي انا حاسس انها هي ضروريه، يعني الفترة بتاعت التوهان دي، يعني احنا ما الوقت ده لحد الوقت ده احنا نازل ما محاسبين بانه تضيع زمنه. يعني الزول بيقول لك يا اخي انا والله بقرا في الجامعه بتضيع في زمني، لا لا لا. لو انت حاسس بانه في توهان، النصيحه ممكن اقدمها المنصه اللي احنا قاعدين فيها هسه دي، انه اسهل حاجه تخليك تدعمك بدون ما تحدد انت الكارير بتاعك ولا اللاين اللي حتشتغل فيه، انه تتعلم لك لغه ثالثة رابعة خامسة على قدرتك، على قدرتك. واحدة من الحاجات أنا مثلا أقول له يا أخي أنا والله ما دار أقول لك يا أخي أنت والله إذا في الجامعة بتحب الحاجة الفلانية لما تعملها عشان حتغيدك في الكارير والكلام، أو لو أنت أصلا زول يقول لك أنا والله ما عارف مثلا أنا دار أمشي يمين ولا دار أمشي شمال، الموضوع ده حله الوحيد لحد ما تخلص الجامعة تتعلم لك لغة، لغة ثالثة. يعني إذا تكلم عربي إنجليزي أنا شوف معاه لغة ألماني، شوف معاها تركي، شوف معاها صين. ودي قلت أنا الموضوع ده مثلا إذا في موضوع الإمكانيات الموضوع ده بيقى ما في، لا بيقى ما مهم شديد الموضوع ده هسه بيقى موجود ومتاح وأي حاجة. لأنه واحدة من الحياة الفرص أنا حاليا عندي صفحة كده برفع فيها يا كاشف الفرص بتاعت الوظائف، صح، البتنزل اللي بتكون متاحة في المنظمات يكاد تكون يوميا في من 5 إلى 6 وظائف بتنزل. الموضوع طبعا ما بعد الثوره، ما بعد السانشن، ما بعد الحاجات، الموضوع ده الناس دي بتتخيل انه
الوكالة الألمانية للتنمية مثلا، لو أنت وزملائك التانيين قدمت لهم وأنت عندك ألماني، كلكم مستعبين عندكم ألماني، طوالي هذا بريفليج، طوالي عندك الميزة التنافسية القدام. والموضوع ده يعني أنا بس إذا أنا الليلة رب عمل وبكون دار عين زول، أنا واحدة من حياتي إذا لقيت ثلاثة أربعة في نفس الليفل ودارين تشوف الموضوع ده، واحدة من حياتي بتديك الاستيبل هيد اللغة. فالموضوع ده بدون شك بدون شك فرصتك الوحيدة فيه أيام الجامعة. يعني ما ممكن هذول يكون تخرج من الجامعة وتجي تسأله بعد سنة تقول أنت كنت تشتغل جاء السنة بعد ما تخرج يقول تعمل شنو، يقول لك أنا بكون أقدر اللغة. أنت عندك 4 سنين أيام الجامعة وعندك مساحة بتاع زمن كفاية أقدر فيها لغة تانية. فدي نصيحتي والله، نصيحتي. أنا آخر سؤال وبرجع للشباب دير، الحتة بتاعت إنك أنت قدمت للوظيفة في الأمم المتحدة، هل كان في عندك المهارة بتاعت الكوميونيكيشن؟ واحدة من المشاكل برضو نحن قاعدين نعاني منها شباب، السوفت سكيلز بتاعت الكوميونيكيشن ورسل الإيميل واستخدام مثلا الخصائص بتاعت الويرد والحاجات دي ما بيستخدموها بكفاءة عالية. انت في المرحلة دي في زول ساعدك ولا انت اوريدي كنت جاهز للحاجة دي؟ لا لا لا، ساعدوني قعد لي كونسلت عديل، يعني قعد لي، لكن انا كنت بعمل في ستاندرد سي في، ما انا ما عندي اي خبرة في اي حاجة، لكن كنت بدعني بينه يا اخي ايام الجامعه كنت شغال، كنت بشتغل الحاجات دي هاردوير. يصادف انه الناس دي اللي شالوني شغل ديل دايرين زول، يعني الهاردوير ده حسب بيسموه طبعا الناس النتورك وكده بيسموه كهربجي، يعني زول اللي بيدقدق الحاجات وبيحفر وبيعمل بيسموه كهربجي. بيقول لك ما داير لنا زول يعني في المجال بتاعنا يشتغل موظف، يشتغل موظف يشتغل لنا كهربجي. فانا كنت بشتغل السوفت سكيلز دي وكنت بشتغل الهارد سكيلز. فهم النازل يعني لقوا حاجة زي سندريلا شوز كده، لقوا الحاجة فعلا. واحدة من الحاجات أنا متأكد إنه ما تكون بالنسبة لي في الوقت ده، أنا كنت جديد على الشغل يعني أول حاجة وبدايهم من ما شغال، ودي واحدة من الحاجات. أنت لما تجي للناس من أنت شغال في مكان بتكون عندك مساحة أكبر في إنه تفاوض وتتكلم وكده. الناس دي كانوا مثلا بالدنيا 1200 دولار، لو قالوا لي يا أخي حرديك 200 دولار أنا كنت موافق، ما أنا جاي من ماشي وما عندي أي شيء يعني. فالموضوع ده بالنسبة لي ما كان كده، لكن طبعا لأنه عندهم grades وعندهم كده عندهم نظام معين، فده كان ده السلر المناسب بالنسبة لي. لكن أقول لك بأي حال من الأحوال ما كان عندي أي خبرة في الموضوع ده. واحدة من حاجاتي يعني ميزتي في الموضوع ده إنه أنا كنت بحب المغامرة، وما زور الخيول ولا زور الفصلان ولا زور البدسة ولا زور كده. فكنت زول يعني بتكلم معهم في الوقت ذاك في مع انا والله بحب اشتغل، بتعرف تعمل شنو؟ بعرف اعمل بعدي وبعرف اعمل دي. ففي الوقت ده زي ما قلت لك الزول طردني ده كان شايف انه انا مزور المناسب بالنسبه لي في الموضوع ده، لكن نفعني انا تقبلت الموضوع تماما. في زول طوالي ريكومند مني انه يا اخي لو عندكم البوزيشن ده هتفتحوه، الزول الجاني ده زول مناسب للحاجه دي. يديك العافيه، رجعك للشباب دول ياسين. سمعنا زي كول مي بعد كده طوالي. حبيبنا ياسين، يا دوب كده الونسه بدت شنو زي ما بيقولوا تتلون. تفضل. عشان شفت الحاجه دي. طبعا ده الموديل ده عملته انا براي، ده بحكي لكم قصته مره ثانيه. طيب باشمهندس محمد، بمناسبه الذكرى السنويه الاولى دي يفترض كان يعني تكون موجود انت في الونسه، ودي حاجه لازم نحسمها ان شاء الله. تفضل يا ياسين. الله يديك العافيه. الحاجه كتر خيرك يعني باشمهندس محمد، يعني الونسه معاك ذاتها هاديه كده وواسعه. انا بعمل في شاي تحت وفاتح الناي بسمع، يعني ذكرتني حاجات جميله جدا جدا اللي هي الحته بتاعت الايفون. انا اتذكر لما عملت السكند ديجري بتاعي هنا في يوكي، فبرضه في النتوركينج بالمناسبه نفس المجال. فكان الكلام ده كان سنه 2009، فكان مشروع التخرج وايرلس بيكون يعني مربوط في التلفونات. الوقت ذاك النايت دي كان فيري ليميت، يعني الموبايلات دي ما كان فيها انترنت بالصوره الرهيبه الاسعي دي. فالمهم كان البروبوزل بتاعي انه العمال اللي في الفندق والاداره والضيوف اللي بيجوا في الفندق يكونوا عندهم اكسس للوايرلس بتاعت الهوتيل. وكان بس الجزئيه بتاعتي انا في الحته بتاعت السكيورتي يعني. فالمهم لما طبعا الواحد كان همه كله انه تعمل تخلص من الحاجه دي يعني.
فبتذكر كان الغاعة كده والبروجيكتور شفته في راسي كده النور بتاعه، يا اخي انا شفته ده براو رعبي كان بالنسبة لي، يعني كأنه في غرفة بتاعت عمليات يعني. المهم عملت البروتوتايب بتاعي وشرحته لهم وشرحت لهم الاوبجكتيف بتاعت المشروع وكل شيء. لما انتهينا قامت واحدة منهم قامت قالت لي، ودي اشرس واحدة يعني، انا كنت بخاف منها عديل يعني، فقامت قالت لي يا اخي اسمع رايك شنو، نمشي نسوق لك الفكرة بتاعتك دي. طبعا انا افتكرتها يعني بتتريق علي يعني، فقمت قلت لا يا اخي ما للدرجه دي. قالت لي لا ونسلي يعني الموضوع ده بالمناسبه، قالت لي الموضوع ده ما حاجه، قالت لي نحن لما انت قدمت البحث بتاعك ده ونحن يعني عشان نجهز الازله وكده، لقينا بس المشروع ده معمول في هيلتون في اليابان، بس في العالم واو في هيلتون في طوكيو، انت الموضوع ده يعني خطر لك كيف؟ فكان حدث يعني، فكان منها جيت تاني الدفعه وشو. لكن الحاجه اللي لحد الان انا زعلان منها انه الموضوع ده ما تابعته، يعني لو كان تابعته كان ممكن الواحد يكون يعني ما بكون اسي قاعد هنا في مبادره الباحثين. فدي واحده من الحاجات اللي بيشنو نحن صراحه يعني اندر استيميت اور سيلف، يعني دي حاجه من دي واحده من الحاجات اللي انا ما اقدر اقول مشاكل السودانيين، لان احنا سيدي دائما بننتقد من اجل نفسنا جلد عنيف جدا، لكن دي الحاجات المفروض دايرين نشتغل عليها، يعني الحته بتاعت انه الواحد يكون كونفيدنت يعني. فاسد ده لو كان طبعا واحد مصري ولا واحد جنسيه ثانيه كان طوالي نطه في الناي. فدي الحاجه دي بتقودني للسؤال بتاع السوفت سكيلز، اللي هي دي مفروض يعني ناس دكتور انور وكلهم يعني مفروض دي، لانه نحن الحته بتاعت التكنيكال العلوم النولج الحاجات دي ما عندنا فيها مشكله، لكن عندنا مشكله في السوفت سكيلز. فنحن السوفت سكيلز دي محتاجين نشتغل على يعني بروبلم سولفينج والكونفيدنت يعني انا كان همي كله بس اتخارج من الموضوع ده يا اخي. انا لما يعني صداع 3 يوم انا ما بنوم منه لما انتهيت من اللي انا بتاعي ده يعني، بس يعني بس انا دارت خارج بس من الحته دي، ما بقى الا قدام بعد اللي بيحصل شنو والله ده يعني. بعد ذاك زي ما مره كده جعانين في الطياره كده لما جاولينا، لكن اللي كنا قلنا بعد ان شاء الله تقع يعني. الجوع بدها تخلص من عيد ايوه. فده بودني للسؤال بتاع الايفون، انتوا اسئله لما عملتوا الفكره بتاعتكم دي وكده يعني، فيعني كان في يعني الموتيفيشن شنو، هو الحافز شنو اللي خلاك انك انت بس تفكروا في الموضوع ده يعني؟ هي الفكره كلها انه نعمل لنا حاجه بنشتغلها يعني اتس كودد، اتس حاجه كودد مبرمجه، ولانه البير بتاعي في المشروع كان زول بتاع برمجيات، كان بتاع بروجرامي، وانا كنت بتاع نتورك، فالانترست بتاعنا في الاثنين في الحاجتين دي كان الفرصه بتاعتنا في انه يا اخي نعمل لنا حاجه لنا الاثنين ونربط فيها الموضوع ده. ثاني حاجة، واحدة من الحاجات لاحظنا إنه كان هو البي اس تي ان لاين ده ما متوفر شديد كده، ما يعني الموضوع ده ما، وكان الثورة بتاعت الإنترنت دي أدوب بدت، وجربنا الموضوع ده في إنه يا أخي شنو اللي بيخلي إنه يعني اتنين يسمعوا بعض، يعني تو ماشينز كونكتد مع بعض في نفس النتورك ولا حاجة، شنو اللي بيخلي ليهم فكان الاي بي ادرس طبعا ذاك التكنيكاليتي اللي بتخلينا نربطه مع بعض كان زميلتي الله يطرها بالخير عبد احمد صابر، دي كانت زميلتي هي بتاعت البروجرامينج وكنت انا ماسك الجزء بتاع النتورك، فعملنا فيه البروجكت بسيط وعادي وكل حاجه، لكن الموضوع مثلا انه احنا هنسميه شنو، كان المفروض نعمل له براندنج وكده، وكان الجامعه ريستريكتد في الموضوع ده في انه لازم تسموا البروجكت بتاعكم ده حاجه عشان ما يكون اسم بروجكت محمد بروجكت انور بروجكت كده، فكان اي بي دي في الاول، بعد ذاك فون، فكان في زي دبل بي كده فشلناها فبقت الايفون الموجوده في الموضوع ده وشغالين بها. لكن دي الفكره بتاعتنا يعني، كانت الفكره بتاعت المشروع في الوقت ذاك. تمام، يديك العافيه يا باشمهندس. لميت القروش وجيت مارق من كيب تاون حتى زور موظف. اي لا طبعا بعد سنتين وثمانيه شهور وانا في السفر ده، فقمت قدمت للسكولر شيب، كنت بقدم طوالي يعني للسكولر شيب برا وكده،
انت شغال في وظيفه وظيفه في وظيفه مستقره وبتاع وقاعد تقدم في لا سكولرشيبس. بالظبط كده، كنت بلقط يعني بشوف كل السكولرشيبس اللي كانت موجوده وكده، ففعلا لقطت معايا سكولرشيب وسافرتها يعني لماستر ديجري بتاع كمبيوتر ساينس، ومشيت لماليزيا وقريت فيها الموضوع ده برضه بعد يعني ده الماستر ديجري. بعد ما بديت جامعة اسمها شنو في ماليزيا؟ الجامعة كانت اسمها ال MSU ماليزيا حاجة كده، تكنيكال يونيفرستي ساينس يونيفرستي حاجة كده، لأنه ما كملت فيها. بعد ده كان الموضوع بتاع القروش، كان في قروش يعني المفروض هي انت لو ما جبت سكور كويس بتدفع، وهي كانت بتعمل الموضوع ده لدول العالم الثالث بحيث يحفزوه كده، فانا ما جبت حاجه كويسه فقالوا لي تدفع، فما كان عندي طريقه، فمشيت كملت في الهند اللي هو من هناك طوالي، مشيت الهند فدرست في الجامعه العثمانيه في سكندرابات في حيدرابات يعني، قريت فيها كملت فيها الجامعه وانا في هنا ده برضه في حاجه ممكن ناخدها في انك انت كنت داير تعمل ماستر ده اي، يعني لكن برضو ما انك انت بس داير لك منحه والسلام تتخرج بيها والسلام. بالضبط كده، والدليل انك انت والله يا اخي لما اتعثرت في لحظه ما في الجامعه دي شفت طوال الاوبشن الثاني شنو، مش كده؟ بالضبط كده اي، بالضبط كده يعني شفت مكان ثاني اقل يعني صرفه اقل، كان تقريبا $100 في الشهر، سكن عليه حركه عليه كده على مصاريف جامعه، ومشيت قريت فيها الجامعة. لو مشيت هناك كنت يمكن أعتقد إنه كنت في الهند ماتيور أكثر، لأنه مثلاً كنت برضو بعد الكلاسز ما برجع البيت، يعني بقعد مع الأساتذة بتاعي وبقعد أتونس معاهم كده، وبرضو كان الوضع الاقتصادي بتاعي كويس يعني عندي قروش زي ما قلت لك، فكنت بقعد معاهم وبطلع معاهم بشير معاهم أكلهم وبعمل معاهم وبمشي معاهم بيوتهم وبمشي معايا البيت وكده. فنصحني استاذ معانا في الجامعه في انه يا اخي انت ممكن تعمل اللي هو الديجري تاني بتاع ماستر في بيزنس، لانه برضو عندي زمن كتير فاضي يعني عندي زمن كتير فاضي، فقلت له يا اخي امين، وفعلا مشيت قدمت فيه واشتغلت فيه وكده. الموضوع ده اعتقد انه انا في البيزنس ده حسيت انه يا اخي انا لقيت نفسي يعني، الموضوع ده انا حبيت الله عنده وكده، رغم انه انا جاي من انجينير وكنت موفق فيه وشغال فيه وكده، لكن حسيت انه انا والله يا اخي البيزنس ده ماشي معاي كويس وانا حابيه وكده وبقدر اكمل الموضوع ده. كان في اجازاتنا السفر للسودان كان طيب، هنا برضه في مصاريف، هنا برضه في درس ثاني برضه ممكن ناخده. انت عملت علاقه مميزه بتاع الصداقه مع اساتذتك صحيح، لدرجه انه بقى والله بيتمكنوا منه ينصحوك نصائح ما بينصحوك لها في الكلاس. اعمل ماجستير بتاع بيزنس بتاع اداره اعمال، دي حاجه لو كنت انت بس زول بتاع كلاس وبتاع نهائيا ما كان حتسمع نصيحه زي دي. صحيح، دي واحده من الحاجات المهمه جدا يعني، انا علاقتي مع الناس دي انا تقريبا بقضي معاهم يعني، برجع انوم بصحى من الصباح في الجامعه بخلص بمشي معاهم، بخليهم يخلصوا الكلاس بتاعتهم بنطلع، الدايرين يمشوا ياكلوا بنمشي ناكل، دايرين يمشي يلعبوا الكريكت بمشي معاهم الكريكت، بنمشي السينما نمشي السينما، واخر اليوم كده يا مشينا بيت ده يا مشينا بيت يا مشوا معايا انا بيتي انا قاعد براي يعني تقريبا الموضوع ده انا كنت برضو يعني كنت احسن واحد فيهم اقتصاديا يعني، كان عندي قروش وكده فكنت بتبناهم، فساعدوني كثير جدا جدا الناس دي في الوقت ده. فاختاروا يعني اختاروا معي حتى الجامعه التخصص المواد اللي احنا كان الماستر ده بتختار فيه المواد الجرافيك كل سنه يعني، هي كان مطلوبات كلها للماستر ديجري التخلص المواد دي، فالمواد دي هم كانوا بيختاروا معاي انه اختار دي ودي ودي مع بعض وتقدر عليهم السمستر ده. في الجامعه عندنا السمستر ده سمستر ثقيل فما تاخذ المواد الثقيله دي، فكانوا بيختاروا معاي الحاجات دي وقريتها، وكانوا بيجيبوا معاي وقت كثير جدا جدا لحد ما انا خلصت الموضوع. في 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 اجازات كانوا بالنسبه لك منتورز مرشدين. بالضبط كده، لانه في مساحه زمن برضه زي ما قلت لك يعني، واحد في مساحه زمن كثيره جدا في اليوم انا ما كنت بستغلها في اول 3 شهور،
بعد ذاك وحسيت بالموضوع ده في انه يا اخي عندي زمن كثير فاضي، وكنت بخش الكورسز يعني مثلا ما عارف فايبر اوبتيك تكنولوجي امشي اخش الكورسز بتاع الفايبر اوبتيك تكنولوجي، في حاجه اسمها الار اس سي ريد هات سيرتيفايد انجينيرز بتاعت لينكس اوبن سورس، كنت امشي بقرا لها يعني لانه عندي مساحه زمن كثيره جدا فاضيه، وكنت بمشي بقرا الكورس الثاني دي في بعد نهايه اليوم. فقام نصحوني قال لي يا محمد يا اخي اتس ترند في العالم انه يا اخي من هنا ولا قدام اي ديجري بتحتاج تكون معه عندك بزنس، يعني الطبيب لازم يكون بيعرف بزنس، والمهندس لازم يكون بيعرف بزنس، وبتاع الطيران لازم يكون عنده بزنس وكذا. فيا اخي انا بقول لك لو انت ما عندك مانع وي بروبوز تو يو تمشي تعمل الام بي اي. فعلا طوالي مشيت يعني سجلتها ودخلتها وبقيت اقرا وكذا. الملفت في الموضوع ده انه انا بعد ما كانت بتخلص يعني تجي اجازاتنا، وطبعا عندهم اجازه واحده كلهم بيأجزوا فيها كذا، فكان ما بقدر اسافر السودان يعني زي 3 شهور كذا او شهرين ونص كذا ما بقدر اسافر السودان مكلفه. فكان بنمشي ماليزيا بالفيزا بتاعتنا كطلبه، بنمشي ماليزيا وكذا. ماليزيا كان فيها عشان كان فيها الثوره بتاعت السياحه اول ما بدوا يعملوا موضوع السياحه ده، ف السياحه التعليميه اللي هي المكان بتاع السياحه السياحه العامه، كان السياحه دي ذاتها اي بالضبط كده. شفت الموضوع بتاع انه يعني ماليزيا دي تفتح للسياحه وكده، كان الموضوع ده يا دوب بديت حضرتك. فكنا بنمشي نعمل، فكانوا طالبين انه في شركات عمل لها ماركت ريسيرش، الماركت ريسيرش للحاجات اللي عندها علاقه بالسياحه. يعني مثلا نمشي نسال، يعني انا مثلا كانوا مطالبين شنو، كانوا دايرين ناس بيتكلموا اكثر من 3 لغات، يعني تكون بتعرف غير الملي غير الماليزي، يعني بيكونوا دايرين زول مثلا بيعرف عربي انجليزي لغة ثالثة. أنا كان عندي فرنسي كده في الوقت ده، فمشيت عملت انترفيو إنه يا أخي أنا ممكن أشتغل معاكم باحث. وبنمشي يعني ده كان بالنسبة لي موسم إنه يا أخي أنا أمشي أعمل الموضوع ده، بطوالي بسافر بمشي بقعد وبعمل الموضوع ده. فكانوا بيعملوا شنو، بنزلونا في أوتيلات وفي المنتجعات وكده، وكنا بنقابل الديسيزن ميكرز بتاعنا الفاميليز اللي بتجي الإجازات هناك، وسيرفي كيف رأيكم شنو في ماليزيا، يعني very detailed questionnaires كانت في الوقت ده ليه علاقة بالريسيرش، ليه علاقة بالسياحة وكيف البومينج بتاع السياحة في البلد، وكيف السياحة دي هتنجح وكده، وشنو ناقصنا نحن عشان نبقى دولة بتاع السياحة عظيمة وكده. الموضوع ده كان ده لفت نظري أول مدخل حتى لقى طوالي مربوط بأنه يا أخي أنا أحب الموضوع بتاع الريسيرش بتاع الريسيرش ده ويقوم يضبطني يعني. وبعد ما انا خلصت 3 شهور دي كان برجع اكمل دراستي وكده، ومرات لما احس انه انا ما محتاج اقرا وما يعني محتاج احضر كلاس رومز وكده برضه بطلع ثاني بجي بعمل بقرا بشتغل معاهم في الموضوع ده. الموضوع ده برضه كان بنشتغله، وبعد ذاك برضه ممنوعين انه بنعمل معلش انا برضه في درس هنا برضه ممكن نستفيد منه. انت زول كنت شغال في الامم المتحده جنوب افريقيا، قبضت قروشك وشاب، ده الوقت الناس اللي بتكون مسخنه ودايره تعرس، الواحد بتلقاه شفت السيزون بتاع العرس ده بيرجف الضحيه دي. طيب انت ليه ما عملت الكلام ده؟ انت زول قريت جامعتين في البكالوريوس وجامعتين في الماجستير، وماليزيا والهند وجنوب افريقيا وكم دوله افريقيه والسودان، وانت ولد واحد، معناه في بيكون في عصر في الاسره انه يا اخي دايرين نشوف اولاد والى اخره. انت لكن شكلك بتحب التعلم وكنت مصر ومصمم انك انت والله عندك هدف دار تسويه، موضوع العلاقات العاطفيه الزواج ما اعرف شنو، لو في شاكوش في النص حصل شنو؟ والله يا انور يعني تقدر تقول انه يعني الحاجات العابره بتاعت الجامعه دي، لكن ما كان عندي زمن للحاجه دي، يعني ما كان في وقت. يعني لو دي يعني الكلمه دي شكرا لك، الكلمه دي بتاعت ما عندي زمن للعلاقات ولا الخطوبه ولا العرس، دي معناها انت عندك اوبجكتيف، عندك حاجه محدده خدتها في راسك يعني. والله يا انور ما كده، ما كنت يعني انا ساعدتني الظروف انه انا اكون مشغول، اكون ما انا يعني ما القى الوقت ده
يعني الفترة دي برضو فترة مهمة في حياة الزول. أنا ما شفت ما عشتها يعني. أنا لما اتخرجت من الجامعة خلصتها، استلمت شهاداتي، أجري واستغرق واستغرق واستغرق، مشيت طوالي مشيت طوالي، قدمتها اشتغلتها سافرتها، وأنا برا قدمت للسكولرشيب، وقاموا قالوا لي عشان تاخذ الفيزا لازم ترجع السودان. رجعت للسودان عشان موضوع الفيزا، اخذت الفيزا وزن، اخذت لي زي 20 يوم كده وسافرت للماجستير. فدي يعني ما 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 لقيت الوقت ده، ما لقيت الحاجه دي يعني، ما لقيت الحاجه دي. لحد هسه انا عكس بالمناسبه يعني، شنو بس بقول عليك، فاقد حنان. ايوه فاقد حنان، فاقد فاقد حنان، فاقد فاقد حنان. حنان ده طبعا احسن من ما تكون فاقد الهنا زي ما يقولوا الاتجاه. لا نعم. طيب يا ابو حميد، انت اول مره يعني تعرف حاجه والله اسمها ماركتنج ريسيرش، وساعدتك فيها انك انت بتعمل في ام بي اي، صحيح. فها بعد ذاك بديت تتشكل قدامك رؤيه ولا حصل شنو بالضبط؟ اي شفتها، كان ممنوعين انه نعمل انترفيوز بعد المغرب، كان ممنوعين من الموضوع ده. فانا برضو بعد المغرب ما عندي حاجه، انت ما يعني عرفت دايما بفتش اتكبس بتكبس يعني. ففي زول كان الموضوع ده بيعملوه بين ام بيبر يعني، السيرفي الكوتشنير دي كان الزمن ذاك بين ام بيبر، ما كان سكريبت هسه زي هسه ده. فكان في زول اخر اليوم بيجي واحد بموتر قدام كل اوتيل نازلين فيه، ونحن يلقط مننا الكوتشنيرز اللي عملناها بير دي. فقمت وان دي كده قلت له يا اخي انا بقدر اركب معاك تنزلني في السوق القريب. احنا كنا نازلين في منتجع كده في مدينه جزيره اسمها بينانج. فقام قال لي طوالي يا اخي ما في مشكله، ونحن ماشيين قال لي يا اخي بس ممكن انزل الورق ده واوصلك، انا اصلا في طريقي. فقلت له تمام، ده شنو ماشي وين؟ قال لي ده محل الداتا بنشنج، محل الداتا انتري. فمشينا نزلنا، وانت نزلت معاه والورق كتير كده، وهنا دخلنا معاه جوا، دخلوه هنا خدته هنا سلموه، بيستلموا يعني بتسليم وتسلم كده العدد والحاجات. وقمت شفت الانفايرمنت بتاعت الناس دي اللي قاعدين وشغالين، بيشتغلوا نايت لانه نحن بنشتغل دي تايم، هم بيشتغلوا نايت، وبنات كتار كده وشغالين بيعملوا الداتا بنشين. فقمت المهم في ناس منهم انا عرفتهم، الناس عملوا لنا تريننج وبريفنج الاول وكده، سلمت عليهم وركبت مشيت. بقى ده محل المشوار اليومي بعد المغرب، بيجي بالمحل ده فبيقوموا يقولوا لي مثلا دي بالعربي ما عارفينها، دي بالفرنسي ما عارفينها. فبقوم بعمل لهم حاجه اسمها هسه في الريسيرش، احنا عندنا لما نيجي نعمل بنعمل الكلوز اندد كويشنز، بنعمل لها كودينج. فكنت بعمل لهم الكلوز اندد كويشن ده فور فري، كان في زول بيشتغل لهم بقروش يعني، ولكن لانه اللي بيتكلم عربي اثنين ثلاثه والفرنسي ما في زول وكده، فكنت انا بعمل لهم الكلوز اندد كويشن دي. وبقعد معاهم بشتغل معاهم لحد 12 بالليل، وبيقولوا لي لا لا انت نوم لازم تصحى بدري عشان تمشي تشتغل الشغل وكذا. نحن مطالبين بحتى الحاجات اللي نعملها اعتقد من الساعه 1 ظهر لحد 6 مساء بس، فبرضه الصباحيه دي بنكون فاضيين وكذا، بنجهز نفسنا بنعمل حاجاتنا، ولازم نكون مهندمين وشكلنا لطيف، وما شكل الناس غرباء على المكان يعني، لازم تلبس زي الناس اللابسين، تتعامل زي الناس كده. فعرفت موضوع الداتا بنشنج ده، الداتا انتري دي بيعملوا الموضوع ده كيف. برضه بيجي بقول لهم يا جماعه، يقول لي احنا عندنا ديدلاين وكده، بقعد طق 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 ادخل لهم اللي بقدر عليه في الموضوع. وبرضه بيت كانوا بيدفعوا لي قصاد الموضوع ده، الكودينج ده برضه كانوا بيدفعوا لي قصاد. لكن في نمط، في نمط لاحظته انا في اكثر من مره. زمان هناك لما كنت في الشركات بتشتغل في الهاردوير والما اعرف شنو، ولاحقا الناس دي بتتكلم على الداتا بنشنج والشغل بتاع الاناليسيز والكودينج، دايما عندك استعداد في مقابل انك تتعلم انك جديد. تدفع من زمنك جديد. من جهدك من كده. ديفينتلي صحيح. نعم. صحيح، دي واحده من الحاجات. انا يعني انت لازم تفك الباص ده عشان الكوره تجيك يعني، واحده من الحاجات. انا ما بكون قاصد، لكن اعتقد انه احسن طريقه لان انت تاخد انت تدي. فدي كانت واحده من حياتي اللي يعني عرفت بعد ذاك انه هي عندها فورمولا، لكن كنت بعملها كده انه يا اخي انا يعني الناس دي مضايقين ومحتاجين دول يشتغلون حاجه، وانا دار اعرف الموضوع ده بيعملوا كيف. فانا ما عمل لهم الموضوع ده، فعلا كنت بعمل لهم الحاجه دي. ليترون برضو يعني بيكونوا دايرين مثلا يعملوا الفاينل ريبورت بالعربي، كانوا دايرين يعملوا فيرجنز، فكنت بعمل بقول لهم جو
بعمل معاكم الموضوع ده، بترجم ليهم، باخذ منهم البرزنتيشن بترجمه ليهم في الليل ده، الصباح بكون شايل ليهم الموضوع ده، اشيل اجيبه ليهم وكده. فالموضوع ده معلش يا باشمهندس، بس في موضوع كده نايت، بس معلش اقاطعك شويه. الكلوز اندنج كوتشن كود دي شنو يعني؟ يعني انا نحن بعرف عندنا نعم اقول لك، انت لما تكون داير في اسئله، اي في الاسئله في الكوتشنيرز عندها اجابات معروفه بتكون خاطينها عليك، انت بتختار الاجابه الف ولا باء ولا جيم ولا كده. في اسئله بيكونوا دايرين تتكلم، تقول كلام كلام من عندك، اللي هو ذاك الحاجات اللي بتختارها دي كوانتيتيف، الحاجات دي كان دي كوانتيفايد. الحاجه اللي انت بتقولها اللي بتكون مفتوحه عامل لك لها بوكس كده، انت تقول والله رايين الموضوع لكن نقص ما عارف ويزيد عليه والله، الكلام ده اسمه open ended question، اللي هو باشمهندس شكله الانترنت ضعيف عندك. تعلق. ايوه نعم طبعا. الشغل يعني الشغل ده شغل نوعي بتاع الريسيرش والماركتنج ريسيرش، وطبعا كل الناس يعني بيكونوا عارفين ان احنا في خلال الورش بتاعت، يعني شكرا لك على السؤال ده بالمناسبه يا استاذ ياسين، سؤال مهم جدا عشان الناس تعرف انه اخواننا احنا في مجموعه الباحثين السودانيين قاعد نعمل شنو. يعني لما عملنا الورش بتاعت البحث العلمي دي لمده الشهر، كان الهدف منها انه والله يا اخي لما يجي اي زول باحث يتكلم معاك في بحث ولا في، تكون انت عارف الزول ده بيتكلم عن شنو وكل اللي هناك. فالسؤال بتاعك جه في وقته، انا متاكد انك انت بتكون عارف كلام كويس، لكن على اساس انه الحضور الشباب اللي ما عارفين شباب الجامعات يعرفوا، عندنا الكوانتيتيف ريسيرش وعندنا الكواليتيف ريسيرش اللي هو الكمي والنوعي. الكمي ده ناس دور بي البلد ده وما اعرف شنو زي ما تفضل باشمهندس محمد حمزه، والكواليتيف ده بيعتمد على الانترفيو، ده بيعتمد على الاستبانه ولا الاستماره ولا الكويشنير، وده بيعتمد بيجي على الانترفيو نتكلم. هسه احنا قاعدين نعمل كواليتيف ريسيرش عن حياه محمد حمزه، بس هو قاعد يحكي كل واحد فينا بيطلع بصوت مختلفه. فواصل يا باشمهندس تفضل يا حبيبنا. فالاوبن اند دي تحتاج يعني الكوانتيتيف سايد دي، الحياه الكوانتيتيف دي بيحسب عليك الاس بي اس اس ولا اكسل والحاجات دي بيعد عليك، لكن الكواليتيف دي لازم يقعد البشر يعايليها يقوم يلمها عليك عشان بعد ذاك الكمبيوتر او الاكسل ولا الاس بي اس اس ولا اي اناليتيكال سوفت وير يقدر يقرا عليك. فكنت بتعلم منهم الموضوع ده وبشوف الحاجات اللي بيعملوها كيف، وكنت مستغل فرصه انه يا اخي انا بعرف لغه ثانيه وثالثه في الموضوع ده، فده اللي خدمني في الموضوع ده. الموضوع ده هو دخل في راسي يا اخي انه اللاين ذا لاين جميل، والحاجة اللي أنا بشتغل فيها دي اشتغل فيها دي حاجة لطيفة وكده. وبعد ذاك يعني ليه بعدين لما جيت السودان يعني كان في بالي إنه الموضوع ده السوداني نحن بنعمله كيف؟ كيف بنقيس رأي ناس على مدار داون على منتج معين على خدمة معينة على كده؟ كيف بنحسب الحاجة اللي بنعملها كيف؟ فجيت أنا وفي بالي إنه يا أخي أنا أشوف الموضوع ده ممكن كيف أنا أكون جزء منه يعني. ممتاز جدا. طيب انت زول كنت يعني شغال في شغل جميل في حته جميله، انا بنان دي والله الله اعلم كنت امرك منها، ها يعني حته جميله وناس جميلين، وبعدين طالبين منك تلبس زي ما الناس تلبس، يعني تلبس من غير هدوم، يعني صحيح. قصه ذاتها يا زول وبها شديد. شنو خلاك ترجع؟ يعني برضو هل انت عندك كان هدف محدد ولا بتاع، ولا قطعت قروش انت عندك والله خطه مختلفه؟ الموضوع ده كان انا بشتغله في الايام بتاعت الاجازه الصيفيه زي ما بيقولوا، يعني في ايام اجازات معينه او في الايام مثلا فيها القرايه نص كم كده. القروش اللي انا بطلعها في الشهرين ونص دي انور كانت بتكفيني لدرجه انه انا برسل منها لاهلي، يعني كانت قروش كثيره جدا جدا، قروش كثيره خالص خالص، في انا ما بتوقع انه انا ممكن كان اجيب قروش زي دي يعني. وبعدين كان الشغل بالانتاج، يعني ما في مرتب، انت بتعمل 10 ل 10 بكده بيعملوا لك كده، دخلت كده عملتك بيشتروا ساعاتك، فكانوا فيري فير الناس دي. فالموضوع ده هو يعني حببني في الموضوع ده فعلا. انا كنت يعني بعد ما اشتغلت اول مره وحسيت انه القروش دي بتكفيني، وده ايجار الفتره وده كل مصاريفي دي بتطلع
باللكجريز بتاعتها برفاهياتها يعني. كنت بحول منها لأهالي في السودان يعني، لمصاريفكم هاكم مصاريفكم كده، بيجي زي المغتربين في الوقت ده. فالموضوع ده لفت نظري انه يا اخي البزنس ده بزنس جميل ومشوق، كل يوم بكل يوم بنشتغل حاجه مختلفه، كل مره بنعمل حاجه مختلفه وفي قروش حلوه يعني. ده اللي هو الشغل بتاع الماركتنج ريسيرش، بتاع الريسيرش عموما، اذا ماركتنج ولا غيره. تمام، ممتاز جدا جدا. خلصت الماجستيرين بتوعنا بتاع اداره الاعمال وبتاع الكمبيوتر ساينس، وقرارك كان انه تمشي يعني في هاتو مسار ثاني، خلاص انت البيزنس تملكك مش كده؟ ايوه. خلصت طبعا، خلصت الماستر ورجعت للسودان، وكنت في ترانزيت في الامارات، وانا هنا قمت برضو خشيت كده وهبش الوظائف والحاجات، كانت برضو الامارات بيجا ترند كده في الدنيا، فقمت لقيت وظيفه بتاعت كول سنتر انجينير. كول سنتر انجينير، كول سنتر انجينير، فقمت قدمت فيها وكنت في ترانزيت يعني وراجع، وفعلا رجعت بعد 4 5 يوم كده. وانا رجعت طبعا خلاص خلصت الماستر، وجيت وضبحوا لي واستقبلوني اهلي بعد الضياع اللي كنت فيه السنين اللي فاتت دي، ومشيت القط البكيات وعمل الحاجات بتاعتي العاديه. بعد 4 5 يوم كده، او اي اليوم اللي عملت فيه لوجن مع ايميل، لقيت ايميل منه انه يا اخي الناس دي، قال لي يا اخي احنا والله دايرين انترفيو ودايرين انك تجينا. فقمت قلت له والله انفورشنيتلي انا جيت كنت في ترانزيت في الامارات لي كده، ولكن هسه انا في السودان. فقام قال لي بعد كم يوم كده رجعوا لي ثاني، قال لي يا اخي عندك مشكله لو قلنا لك تعالينا وكده. قلت لهم لا لا، قال لي بس خلاص ارسل لنا الباسبورت بتاعتك. ومشيت عملت سكان للباسبورت، رسلت لهم، رسلوا لي فيزا، مشيت عملت انترفيو في دبي. فعملت انترفيو وقاموا قالوا لي يا اخي الليله بكره اقعد 3 يوم مسكنني يعني، لازم ما قصروا. بعد كم يوم كده قاموا ادوني الاوفر بتاعه، اوفر كان حلو جدا برضو، لكن قالوا لي يا اخي الاوفر ده نديك ليه وانت تمشي اشتغل في السودان حبيبي. اشتغل في السودان كيف وبتدرهم وكلام. درهم الكلام. قال لي اسمع، زياره زي احنا قبل ان نبيع كمان جابت لي اقامه. فالموضوع انه تمشي ان احنا اخذنا اللايسنس بتاعت السكند اوبريتر بتاعت الفيكسد لاين، وعندنا شركه اسمها كنار دي ناس اتصالات طبعا، ودارين تشتغل معانا كول سنتر انجينير في السودان. وهذا طبعا يعني ما في احسن من كده. فقلت لهم ديل، ومضيت طوالي من هناك وجيت وفعلا نزلت في كنار. زي ما قلت انه انا فرحان برجعتي للسودان وفرحان بالقروش الكثيره اللي باخذها، لكن كنت خلاص انا قررت اني يا اخي انا حاشتغل في اللاين اللي بتكلم عليه ذاك بتاع الريسيرش، بتاع الريسيرش. وفعلا طوالي يعني سالتهم، وفي الانترفيو اللي عملوا لي الناس دي، كنت بتشتغلوا هنا ماركت ريسيرش، بتشتغلوا ريسيرش؟ قال لي يا عندنا سكشن كبير بتاع ريسيرش، بنشتغل ريسيرش، بشتغلوا كاستمر اكسبيرينس وكده. يا سلام والله انا بعرف في الموضوع، انا بفهم فيه وكده. فانت شغال شنو اصلا، انت تعمل شنو يعني؟ فلما جيت السودان برضو سالت الناس اللي هنا، كان الوقت ده كلهم اكسباتس، انتوا بتشتغلوا الموضوع ده؟ قال لي والله احنا لسه ما كده. طيب انتوا البراند بتاع قرار ده جبتوا من وين؟ طبعا خلاص المينتاليتي بتاعت الريسيرش ده تشتغل عادي، واللي يختلط اللون ده واللي كده يعني، كلهم ما كانوا عارفين الموضوع ده وما حقهم ما كده. وبعد ذاك تاني خلاص بقيت شغال وفكر في الموضوع ده بيتعامل كيف وكده، وبقيت فعلا بهبش. فلقيت يعني فرصتي في انه يا اخي انا ابدا تو كونتاكت الافتش انترناشونالي البيزنس الشغاله في اللاين ده، المنظمات اللي بتحتاج لي ريسيرشرز، الشركات اللي بتحتاج لي ريسيرشرز كده في الموضوع ده. فقمت قدمت يعني. في سؤال ثاني هنا مهم يعني، مهم جدا افتكر ده وقته. انت لحد الوقت ده هل نشرت اوراق علميه؟ ابدا. شغال في الريسيرش الشغل ده كله، قبضت القروش دي كلها ولا عندك ورقه واحده علميه؟ ولا انا كل الحياه دي كنت بشتغل لسكند لثيرد بارتي، كلها بشتغل لسكند بارتي. لكن كنت بتعرف تعمل ريسيرش؟ كنت فول ريسيرش من يعني من السكوب انفورميشن ارياز، الميثودولوجي، تايم لاين، البادجت بتاعت الموضوع، الداتا كولكشن، الاناليسيز، الريبورتنج، ايفري سنجل ثينج في الموضوع ده بعملها.
نحن ثاني ما بنخليك. لكن انا ما جاي متلف في الموضوع ده، جبت القصه كلها انه انا متلف في الموضوع ده يا برشوت، وبعاين له بالبزنس بوينت اوف فيو، ما زيكم انا ما زيكم بالضبط. الاكاديميين طبعا والباحثين بيكون دائما الواحد همه شنو في الببليكيشنز بالضبط يعني كده. العدد بتاع الببلش بيبرز هو اللي بيوري انه الباحث ده والله وكانت فئته ما اعرف في كيو 1 وكيو 2، لكن هنا انت جاي بتعاين في الرصيدي في البنك اوت اوف الكلام ده يوصل وين. ده شكرا جزيلا. اكزاكتلي exactly. اكزاكتلي exactly. بعاين لك يعني انت لما تجيني انا بعاين لك كرقم بعاين لك كرقم، انت بالدولار بيساوي كم في الموضوع ده. فدي واحده من الحاجات. بعد ذلك بقيت برستل انه يا اخي انا اي كان دو ريسيرش وكده، واتيحت لي فرصتين يا اخي. وين معلش الحته دي برضه برستل الانترناشونال ايجنسيز بتاعت الريسيرش، انه لو عندكم اي حاجه في السودان انا اي كان دو ريسيرش في السودان. فاي هاف بين كونكتد يعني شوف في الوقت ذاك انا. طيب عملت لك اسم عمل ولا حاجه ولا بترسل بس كفرد؟ انا محمد حمزه باحث في الوقت. لا تغنيك سبع شهور كده، لا ما كنت عامل اسم عمل ولا عامل اي شركه ولا اي حاجه، لان انا كنت موظف في شركه ثانيه. فبعد المهم بعد اربع خمسة شهور كده انا I was lucky on that time. يعني I got job. اشتغلنا كان لبي بي سي في الوقت ده، كانت بتاعت ميديا كده. و قروشة كان أكويت فيه وأفتح مكتبي وأبدأ فيه الموضوع ده. فعلا المكتب ده أنا من بديته يعني من عربية خطيبتي، يعني كنت ساق عربية خطيبتي أنا بشتغل بيها وورقي فيها ولابتوبي فيها وحاجاتي فيها، وكنت بشتغل من عربيتي يعني. فدي واحدة من الحاجات اللي كانت في الوقت ده، كأنه يا أخي أنا عارف إنه أنا داير أشتغل في اللاين ده، وكنت بنتهز الفرصة اللي بتخليني أنا بس ما محتاج لمرتب بكرة وبعد بكرة وبعده. فطوال يعني أي جمب أوت في الوظيفة واشتغلت في الموضوع ده. طوال مشيت سجلت شركة في 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 أوغست في 2007 في أوغست 2007 شركة وأوفيشيلي أناونس في اللاين من الوكيل ذاك يعني، اللي هي كونسلسات ريسيرش. كونسلسات أيوة للبحث للأبحاث مش كده؟ أيوة للأبحاث. تمام. كان شنو الرؤية بتاعتك لكونسلسات يعني؟ هل رؤيتك كان مرتبطة بالحاجة اللي كنت شفتها في ماليزيا دي بتاعت الناس اللي قاعدين وبتاع؟ اكزاكتلي اكزاكتلي اكزاكتلي. إنه واحدة من الحياة المهمة جدا في اتخاذ أي قرار إنه لازم تكون أنت درسته ودرسته دي، ما في حاجة confident أكثر من الريسيرش اللي هو أنتوا أكاديميين نفس الموضوع اللي بتاخدوه، إنه أي قرار اللي تتحمل يعني تشيل on your shoulder قرار ممكن يكون خاطئ تختخذ ليك، حتى لو أنت the point of business of view ما الأكاديميين، بس ليه نتحمل الموضوع ده إذا الموضوع ده بياخد 1% effort زمن ومجهود وقروش؟ 1% من التوتال بودجت بتاعت الموضوع ده والكابيتال بتاع الحاجة ده الريسيرش ما بكلف 1%. فإذا 1% بتقول لك يا أنور go or not to go، why you have to يعني ليه أنت تاخد المخاطرة دي تاخد القرار ده إذا 1% investment مجهود زمن يقول لك لا ما تعمل الموضوع ده؟ فأنا convince الناس هي دي ناس دراسة جدوى والحاجات أي حاجة أي go or not to go. يعني أصلا في موديول بتاع ريسيرش بيقول لك أنت بتقول لي والله أنا عندي I have an idea دار أعمل لي الحاجة الفلانية، بقول لك يا أنور دول الحاجة دي في موديول اسمه مارك أندرستاندينج ده بقول لك go or not to go، أعمل الموضوع ده ولا ما تعمله؟ بعد ذاك في ريسيرش تاني تعمله كيف تسميه شنو تعمل خدته وين الكمبيوتر انتليجنس البرايس بنش مارك الكاستمر اكسبيرينس في موديولز وسوليوشنز كثيره بعد ذاك تحت الموضوع ده. لكن فرقه اعمله او ما تعمله بتكلفك 1% من اي شيء ممكن، فليه ما نعمل الموضوع ده اذا احنا اصلا اذكياء كفايه في انه ناخذ القرار ده او لا يعني. فبديت اشتغل في اللاين ده ومن الوقت ده انطلقنا يعني اشتغلنا في الريسيرش. يديك العافية يا باشمهندس، يعني والله ما تتخيل يعني الواحد مستمتع جدا جدا يعني. فطبعا انا لازم اغلغل يعني. طيب يا باشمهندس، الحتة بتاعت يعني دائما في زي رابط كده بين البيزنس والاي تي، انا ما عارف ليه يعني. انا شخصيا انا درست
درست عملت فيرست ديجري بتاعي كان كمبيوتر انجينيرنج، السكند ديجري بتاعي كان بيزنس اند بيزنس كومبيوتنج سولوشن تمام ويز نتوركينج، يعني كان في ويز نتوركينج ويز تكنيكال سبورت كده، يعني احنا كان ويز نتوركينج. طيب بتتفق معايا انه في رابط قوي جدا جدا بين البيزنس والاي تي؟ عشان كده ظهروا لنا البيزنس اناليست والديتا اناليست والحاجات دي. انا اقول لك البيزنس از ستريت، لكن واحده من الحاجات اللي اعتقد انها بتسبورت البيزنس الفيو اللي بيلقاه الباحث او اللي بيلقاه الستودنت او الزول اللي يشتغل في الاي تي. الاي تي ما اعتقد انه ممكن يكون مفيد الزول اللي بيتخرج منه في الاي تي اكثر منه يكون اضافه ل في بيزنس الثانية أو يشتغل في مجالات ثانية، لأنه الآي تي أو الكمبيوتر أو الحاجات دي تكسباند الفيو بتاعنا بشكل رهيب جدا، بشكل رهيب جدا. دي واحدة من الحاجات اللي أعتقد أن الإضافة اللي ممكن أقول طوالة كان يعني told إن آي تي هو إكسباند ماي فيو. أنا ما اشتغلت فيه وما كنت حابيه وما حاسس إنه هو خدمني كثير. إكسباند ماي فيو يعني الحاجات اللي أنا كنت بنستدرك في انه الكمبيوتر زي كان دو ات بيتر ذان اس في وقت كثير جدا. في ناس بيجهلوها، فالموضوع ده بيكلفهم مجهود وزمن وكواليتي وانت ادرى من وعدها بالحاجات دي. فاعتقد واحده من الحاجات المفيده جدا السبورت، زي ما قلت لك انا النصيحه اللي قدمها لي الاستاذ زمان قال لي يا اخي اي تخصص بتحتاج من هنا ولا قدام انه تكون سبورتد باي بزنس وان دي، كان بيقول لك اي تخصص it should be supported by الكمبيوتر او الاي تي في وقت من الاوقات. والكلام ده اعتقد انه في اول الناينتيز او اخر الايتيز كان الموضوع، او في حتى في الالفينات كان بيقول لك يا اخي اي تخصص انت بتشتغل فيه لازم تكون بتعرف كمبيوتر. هسه طبعا لو لاحظت الترند مثلا بيقول لك يا اخي لو ان احنا عندنا ترند يبدا من الان هو الموضوع بتاع الاي اي من هنا ولا قدام والانترنت الانترنت اوف ثينجز والحاجات دي، يعني بعد 20 سنه حنيجي نتكلم كلام ده انا وانت وانور وياسين وبقول لكم يا جماعه الكلام بتاع الاي اي ده خلاص بقى ابلايد. يعني مثلا الشغل بتاعنا احنا بنشتغل بتاع الكاستمر اكسبيرينس ده ات كان بي دوين، ممكن يعمل لك اي حاجه تانية. لان الموضوع ده ما فيه ذكاء، الموضوع ده بتبرمجه انت وخلاص بتعمل. ما بعد ده حتى الاسف بعد الكورونا دي يا جماعه انت تتفق معايا اللايف ويل نوت بي لايك بيفور، الحياه ما حترجع زي ما كانت. يعني الكاونتر بارت بتاع الشوبس والسيلز والكلام الفيس تو فيس ده حيتلاشى شويه شويه حيتلاشى. الموضوع ده حيبقى كيف غير انه يكون في اي اي ان ميدل بيني وبينك عشان انت نتكلم ونتعامل ونبيع لبعض ونشتري ونتفق. فالموضوع ده زي ما كان في وقت من الاوقات كان الاي تي هو سبورت للموضوع ده والبزنس في الحاجه دي. انا اعتقد انه مثلا اي اي والانترنت اوف ثينجز والحاجات دي من هنا واللي قدام حتى ده حاجه الفعل. نعم ففعلا كلام بتاع الاي تي سليم في انه هو يسبورت البيزنس كتير يعني. طيب ردا على سؤال بتاع الزول في الفيسبوك هاي عرسها واسي قاعد تشوف في الهناي بتاعك ده التحيه لدكتور زاريا وتحيه للاسره الكريمه. خلينا يلا نخش في موضوع انت خلاص بدات ترتبط ودار تخش في كده دقيقه قبل معلش يا دكتور انور. طبعا الحته دي بالمناسبه مهمه جدا جدا وانا داير الشباب كلهم اللي بيسمعونا محمد نقص صوت التلفزيون قاعد يتكلم الحته بتاعت يعني هسه الكورسات بتاعت انا بنصح للناس الشباب يعني هسه المقبلين على الجامعات وكده دائما اختاروا الكورسات اللي بيكون فيها يعني مثلا الاي اي الاي او تي اللي هي انترنت اوف ثينجز انترنت الاشياء وكده. وعندها حاجه ثانيه يعني هسه مثلا بنلقى الانفورماتكس اللي هي الـ الشغل بتاع انه الاي تي في الهيلث كير والحاجات دي. ايوه فكل ما لقيته كورسات عندها يعني بيكون الكورس اللي بيكون حامل لونين ده بالمناسبه ولا بقوله شنو ده بالمناسبه مفيد جدا جدا لانه بيديك اوبشنز بتاعت انك انت تمشي تختار في يعني ناسي مثلا هنا في يو كي بقت الحته بتاعت الالكترو اللي هي الكترو ميكانيكس والكترو الكترونيكس والحاجات دي
الحاجات دي بالمناسبه بقت يعني بقت يعني الطلبه يعني عندنا مثلا جامعه ساوث هامبتون هنا، الطلبه قبل ما يتخرجوا من البكالوريوس بتاعهم بيكونوا طوالي خدونا الشركات. وعندنا واد صاحبنا جاي من السودان قري هنا وكده، الواد ده ما شاء الله قبل ما يخلص اخذوه، حتى الجامعه ادته اوفر بتاع انه ماجستير لانه ما شاء الله كان درجاته عاليه جدا جدا. رفض ناس الشركه، قال له اسمع تعال اشتغل معانا سنه واحده وحنديك، نحن حندفع لك حق الماجستير. ناس الجامعه قالوا لي يا اخي امشي اشتغل، لكن تعال نحن برضه المنحه دي حنثبتها لك. يعني شوف النجات فتحت برضه لي ما شاء ابواب. الله، اخته نفس الشيء يعني عملت برضه كورس طوال يو اشتغلت، وهنا في يوكي يعني، وغيروا لهم التاشيرات بتاعتهم من الستودنت فيزا لبيرمننت فيزا وحاجات زي دي يعني. فدي نصيحه لكل الشباب الاسي مقبلين علينا. في بس احكي لكم نقطه ظريفه كده بس يمكن تطلعنا من الموضوع شويه، بمناسبه كنار وما كنار. يوم واقف قدام كنار اظن ماشي لبروف علام ده عندهم في جامعه المستقبل، كان عندهم كونفرنس. فالمهم واقف كده منتظر جنب وصفه لي، ما الحته دي ما بعرفها كويس يعني، زول عربي جزيره وكده يعني، الكلام ده قبل سنتين يعني. فواقف شاب كده يعني لابس قيافه كده ويعني شكله جميل كده يعني، لكن خدت له صفه طبعا. الموضوع ده ضايقني جدا ضايقني جدا جدا يعني. فقمت ناديت قلت له السلام عليكم، قال عليكم السلام ورحمه الله. قلت له خصم انا ما بعرفك ومعلش هكون معاك صريح جدا جدا. هو طبعا اتحمس كده انه زول ده هيقول له داير قروش وكده وشنو. قلت له انت راجل ما شاء الله باين عليك زول مهذب كده، وباين عليك يعني راجل متعلم ومثقف وكده وهناك. ف يعني برضه كده التوتر زاد. قلت له لكن يا اخي، يا اخي الصعود ده يا اخي حاجه شينه جدا جدا يا اخي، انت عارف يعني يا سيدي انا من جبال يعني بفكر كده. قلت يا اخي الراجل ده ليه عامل في نفسه كده يا اخي؟ قال لي والله العظيم يا اخي كلامك ده يا اخي نعل ابو الصعود لا بجد عليك شيء. فقال لي غصب انا داري ما حاسب يا اخي. والله صراحه يعني الموضوع ده انا زعلني يعني. يديك العافيه باشمهندس، يعني كلام جميل جدا جدا، ونستمر مع نستمع يعني. تفضل يا دكتور انور. شكرا جزيلا حبيبنا. انا داير اسال برضو عن كونسلسات. كونسلسات يعني الشركه من ما بدت مكتب صغيروني مش كده؟ هل كان البيئه بتاعت العمل والموظفين اللي حتوظفهم وكده وبتاع، خدت لهم نفس الفكره دي بتاعت انهم والله ناس لابسين كيف وساعات عمل محدوده وبتديهم بساعتهم، هل الحاجه دي زي صعبتها من معاك من هناك، ولا جيت بالعقليه بتاعت انه والله احلب النمله دي اطلع منها طن بتاع اللبن؟ الكلتشر بالنسبه دي الحاجه الوحيده اللي ما تغيرت عندنا نحن وي ار بروجكت بيس كمباني. شركه ما عندها مواعيد دوام، تجي زي ما انت داير وكده. نحب في بروجكت اون يور شولدر، في تايم لاين يو كوميت تو، يو هاف تو ديليفر. كل والناس دي تشين، انت بتدي على الكوره لانور، وانور بيدعي لياسر، وياسر بيدعي لياسين، وياسين بيرسلها لكاشف. لو اي تاخير في الموضوع ده انت بتخرب السيركل دي. السيت اب ده انا اتعلمته في انترناشونال اورجانيزيشنز، في شركات بتاعت ريسيرش على مستوى الجامعه والاحتكاك مع الاساتذه مع الناس دي. اتس اول اباوت كوميتمنت. الموضوع بدا انت تيجي الساعه كده وتشتغل الموضوع ده واحلبك وكده، لا. انت مجهودك ده بنقيم من اول يوم انت جيت فيه، بنقول لك ان انت مجهودك ده بيساوي الحاجه الفلانيه. كل ما تدبلت بيزيدك، كل ما تدبل الموضوع ده بيزيدك، وتبقى دي حاجاتك اللي انت شغال عليها. فعندهم الحاجه اللي بتعيشهم كمرتب بتاعهم كده، لكن القصه الكبيره في البونص بتاعك لشغل اللي بيشتغله. عشان كده بتلقى مثلا مكتبنا ده في اي وقت انت تضرب لي تقول لي يا اخي انا داير امشي المكتب، في زول اكيد قاعد في المكتب، في زول موجود في المكتب بالليل بالنهار، في زول عنده بروجكت بكره الدليفري بتاعه، فهو ممكن يشتغل فيه لحد الصباح. بتلقاه شغال يوم بيوقفه، يوم العيد، يوم الجمعه، وفي ايام ممكن يكون ريلاكسنج يعني، بس شغال مرجح في الكرسي وما عنده اي حاجه في دماغه وما حياته، لان حياته ستيبل ومسيطر عليه وقته وعلى حاجاته. فالكلشر دي مريحه لي وللاخرين، لكل الاطراف. وبعد ذاك انا بقيت حتى سبريدت لي على مستوى البيزنس مان الاراوند مي، والناس شغالين في الحاجات القريبه من شغلنا ده اللي بتتحمل انها تكون بروجكت بيس، انه بيتر انه الزول ده هو اللي يقيم انه هو ده يطلع بكم in terms of قروش ولا زمن ولا مجهود ولا كده. في حاجة أنا طبعا بتذكرها وشفتها يعني بعيني، يعني ما حكوا لي، أعتقد إنه أسعد الموظفين اللي شفتهم وأنا شغالين في القطاع الخاص شفتهم في كونسلتات في الشركة دي يعني. ما بنروج لأحمد حمزة، لكن لازم نروج ليه، لأنه دي كلتشر دايرينها تنتشر في كل السودان.
القصه بتاعت الريزلت اورينتد وركينج انفايرمنت، ان والله الموظفين دي حاسين بالسعاده. يعني انا شفت لي موظفين ساتيسفايد يا اخوانا، في صور كتير لو رجعتوا للصفحه بتاعت الكونسلسات ولا صفحه بتاعت، يعني محمد حمزه ده عيد ميلاد موظف، دي عندهم ايفنت، حاجه الناس كلها بتتلمع، هو الكومباني سي او وزول البيزنس اونر وكل الموظفين التانيين، زول حصلت له اي حاجه ولا بتاع، الموظفين مبسوطين. دي حاجه انا شفتها، لانه محمد حمزه يا اخوانا في جانب ثاني هيتكلم عنه بعد شويه، اللي هو الجانب بتاع شغله التطوعي والخيري. محمد حمزه ده يا اخوانا هو الكو اورجنايزر بتاع تيدكس خرطوم. يعني اي تيدكس حصل في السودان ده في خرطوم في الفتره من 2010 لحد 2016 17، تيدكس خرطوم تحديدا وتيدكس شباب الخرطوم هو الزول المنظم المشارك بتاع المؤتمر ده. فكنا وين الاوبريشنز بتاعتنا؟ تيدكس ده بيتم بوين؟ المطبخ بتاعه وين؟ كان بيتم في برعايه من شركه كونسلسات فاتحه المجال بتاعه كله. ففي نعم بنجي داخلين نلقى موظفين يقول يا اخوانا السلام عليكم، كلهم عليكم السلام والرحمه يا دكتور، اتفضل اقعد وبتاع. وبتيجي ثاني يوم السلام عليكم، ما في زول بيرد عليك السلام، لانه كل زول شغال شغله وعنده بروجكت وديدلاين. فده بفهمك انه شنو؟ انه في دايناميستي، يعني في ديناميكيه وفي شغل ونحله نحله نحله. فالحاجه دي لازم نديها كريديت يا ابو حميد، لانها حاجه مهمه. خلينا نتكلم عن كونسلسات، هاو بيج ات از. يعني هسه حاليا احنا الكونسلسات دي فيها كم موظف؟ عندها كم فرع؟ فيها تو دول؟ اوكي. كونسلسات حاليا نحن تقريبا حوالي 83 موظف في الخرطوم، وعندنا في السودان كله تقريبا عندنا ثاني 18 19 في الاب كانتريز. يعني في كل مدينه عندنا زول ريبريزنتيف الشركه، عندنا مكتب في بورسودان، عندنا مكتب في نيالا، وده في السودان 83 موظف زي الفول تايمرز، ومنهم في 36 ويركون فروم هوم ليون سنه او 7 شهور تقريبا من مارس 2020، اللي خلاص بقوا شغالين من البيت. وثاني عندنا مكتب في كينيا فيه حوالي 17 18 موظف. مكتب كينيا ده هو الريبريزنت ايست افريكا، اللي هو بيشتغل في يعني بيسيرف كينيا، تنزانيا، اوغندا، ساو سودان، بوروندي، رواندا، بنين، اثيوبيا، وجيبوتي، والصومال. بيشتغل في ديل. وعندنا مكتب في السنغال. في السنغال ده بيشتغل للسنغال نفسها، لمالي، لكاميرون، وغانا، ديل الموجودين فيها. وعندنا مكتب في السعودية، بيشتغل في بغطي السعودية وحدها. ونحن هسه أبروتش إنه نفتح في الإمارات غالبا لحد نهاية شهر 10 ده بكون الموضوع خلص. لكن دي 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 نحن تقريبا الأسواق نحن شغالين فيها. ده بيزنس سوداني بدأه سوداني من زمن الخرطوم، صحيح؟ بس حاليا يعني ماشي من ريجونال لانترناشونال، صحيح؟ في موظفين مبسوطين سعيدين يعني. هو قول يا عمر، قول انت نسمع منك. الفكره كلها ما عبقريه بتاعت محمد حمزة، لكن العقلية بتاعت التعلم. يعني العقل لما يكون مفهوم يتعلم، يعني لحد يوم الليلة أنا بلقى كل يوم يصادف إن أنا بتعلم حاجة، إذا من زملائي اللي أنا شغال معهم في المكتب ديل أو من المجتمع المحيط بي. I have to reflect الحاجة دي على مستوى شغلي وبيتي ومجتمعي اللي أنا عايش فيه. يعني دي الحاجة اللي أنا ممكن أقول إنها ممكن تكون إضافة، دي اللي ممكن الحاجة تكون لي إضافة، أو تقدر تقول على إذا في نجاح على مستوى البيزنس ده. طيب يا أبو حميد، تيدكس يعني أنت جزء كبير جدا من نجاحاتها ومن وجودها، بعلاقاتك وبالبريميسيس بتاعتك، أماكنك وبقروشك وبزمنك وخبرتك، خدمت فيها كثير جدا جدا. وانت حاليا الليله يوم الليله ده واحد من كم شخص يعني ممكن نعدهم باصابع اليد المشوا حضروا مؤتمر تيدزات وسيد الليزم،
وبالتالي بيحق لهم انه ينظموا مؤتمرات كبيره بتاعت تيدكس. يعني الشباب بيقدروا ينظموا مؤتمرات صغيره لانه ما شافوا. يعني انت ومعاك الشيخ هلال وتاني منو يا ربي كان ابراهيم مرسال، يعني كم نفر انتوا اللي حضرتوا مؤتمر تيدر كبير. فكده دينا لمحه كده عن الاكسبيرينس بتاعتك بتاع تيدكس والكوميونتي بتاعها وكده الى اخره. لكن قبل ما اسمع هيثم الكاشف وزين عنده مداخله، هيثم تفضل. يديك العافيه. انا بس والله ده كده رجع للحته بتاع الكونسلتات، معلش يا محمد. انا العقليه بتاع رياده الاعمال، طبعا مرات في زول بيجي بيقول لك انا الحاجه الشغف بتاعه لقينا مشروع داير بدي انفذه. حسي انت الكونسلتات دي عملت لها ماركت ريسيرش قبل ما تعمل لها لانشنج، هو لما عملت لها ماركت ريسيرش بعد ذاك الفكره بتاعت الالوان واللوجو والحاجات دي اشتغلت عليها ريسيرش ولا ما اشتغلت عليها ريسيرش؟ يديك العافيه يا نور. كويس. الكونسلتات هاي طبعا تتذكر كبير، انا حكيت لك انا لما جيت وكنت شغال في كنار اول فكرتي حق الدعايه دي هنستلمه بعدين بالمناسبه. اوكي واصل. شفت قبل لما قلت لك انه انا لما جيت من برا كانت فكرتي في انه يا اخي انا كنت بستدي وبسال الناس، يعني بسال كل الاطراف، انت يا اخي كيف بتعملوا الكاستمر اكسبيرينس لناسكم لعملائكم؟ كيف انتم بتصطادوا الماركت؟ كيف بتعملوا الكومبيتيتورز؟ كيف بتعملوا البرايسنج؟ كيف بتعملوا الكوستنج اناليسيس؟ يعني كنت بسال الناس دي، انا ما داير منهم اجابات على قدر ما انا داير دول يقول لي يا اخي احنا ويدو ستاديز، احنا ويدو ريسيرش على الموضوع ده. فده كان الريسيرش بتاعي عشان اعرف انه اي هاف تو جو اور نوت تو جو بالبروجكت بتاعي بتاع كونسلتات يا كاش. اللوجو والحاجات دي يعني في الوقت ذاك لما فكرنا فيه وكان هدفي يا اخي ان احنا دايرين نعمل اكونسلتيشن فيرم بتاع كونسلتيشنز وبارت منه الريسيرش. واحده من حاجاته انه كان هو يسموه الكونسلت سات اللي هو الكونسلتيشن الاولى، والسات دي كان جاي من ساتسفاكشن بتاع الكاستمر اكسبيرينس، كانت ترند في الوقت ذاك. الكلرز برضو اشتغلنا عليها في انه يا اخي يعني واحدة من الحاجات الاختيار اللي اخترناها يعني في الروف في البيت، يعني في مرتي بتحب اللون الموف وأنا بحب اللون البلو، فحاولنا نلعب في الكومباينيشن ده وتكلمنا مع ديزاينر فاختار معانا اللون ده. فا I cannot say no. فأنا happy بأنه يا أخي كل حاجة من الاكسبيرينس في التكشر في الألوان في الحاجات دي كان عندي زوج شريك الموضوع ده في انه يساعدني في انه انا اختار اختيارات دي، ومن اسباب انه انا اكون موفق الحاجات دي في انه يا اخي الناس سبورتنج مي تو ماتش. يعني تمام انك انك برضه بتسمع يعني بتقبل. ديفينتلي ديفينتلي. اخر سؤال يا تحسي برضه انطلقت افريقيا السعوديه حسي حاليا الامارات افريقيا دي كان هل لها علاقه بينك انت مثلا جولتك الاولى كانت في افريقيا عشان كده حبيت انك تنطلق فيها، ولا الحاجه اللي خلاك مثلا تفكر تبدا يعني حسب ما اعرف بس ما اعرف بديت في من افريقيا ولا في السعوديه اول، ايهما بديت بالاول وكانت الاسباب المبطنه شنو للحته دي؟ وسؤال كده في النص يعني انت ما الموضوع بتاع افريقيا ده ما استفزك تتعلم السواحيلي زي ما تعلمت الفرنسي؟ بس بتكلم سواحيلي يعني بفهم كده، لكن يعني بقدر الحياة بتاعت الجريتينج الأولى دي بقدر أعرف يعني كاريبو سلامو يعني بعرف في السواحيلي فين بعرف أعمل الجريتينج بعرف أسلمه كده. الأول مشوار لنا كان كينيا نحن اشتغلنا بيج بروجكت لفيري استراتيجيك كلاينت لنا في السودان في 2013 وكان هابي جدا بالنتائج اللي عملناها وكان بالسكسس العمل في السودان. في 2014 قرر انه يفتح في كينيا، فقام قال لنا تمشوا تعملوا لنا يعني مشى كينيا وفتش على ايجنسي تشتغل نفس شغلنا ده وما لقى، فقام هم يعني برضو ما سودانيين يعني هم انترناشونال بزنس، فقرروا قالوا لنا يا اخي ممكن تمشوا تعملوا لنا الموضوع ده في يعني دارين نتبع السيناريو في السودان دارين نعمله في كينيا بنفس الموديل بنفس الحاجات، فممكن تعمل لنا الموضوع ده. فقلنا ان احنا ريدي وي كان جو الموضوع ده واشتغلناه از بروجكت، لكن هم كان البلان بتاعتهم ل 26 شهر يعني سنتين وشهرين البروجكت كله.
فدي كانت كفيله بانه يا اخي تخلينا لازم نعمل لنا سطب محترم عشان نشتغل حاجه اوفيشال ليجل في البلد دي. فمشينا فتحنا في كينيا وبقينا بس بنخدم كينيا في الوقت ده. وبما انه احنا فتحنا في كينيا بقى هو يريفير لينا كلاينتس ثانيين الناس اللي شغالين لينا فممكن يشتغلوا ليكم فعلا ويعبروا تشست. فبقينا انه احنا من وقت لوقت كل مره بقينا نتوصل يعني كل مره بيفتح علينا بيزنس جديد بتفتح لنا حاجه جديده. وفي في كوميونتي بتاعت ريسيرش في افريكا اتعرفنا عليهم ونحن في كينيا فبيجوا الناس اللي عندهم جاثرين كده بيعملوا من وقت لوقت فبيجينا نمشي. فلما نيجوا يقولوا لك انت بتشتغل في كينيا ونقول لهم بنشتغل في كينيا فبيجينا يديليفر بروجكتس ورا بروجكتس ورا بروجكتس فلقينا انه احنا خلاص بقينا مستقرين وعندنا مكتب وبقينا نعين بيرمننت ستاف وكده وبيجوا يشتغلوا لنا نفس الحاجه اللي انت كنت تديك يعني تجيك البروجكتس بيجيك مالتيبل يعني بتشتغل في مالتيبل مالتي كانتريز كده يعني بيقول لك الموضوع دايرين في كينيا واوغندا وتنزانيا ورواندا مثلا ف والبروجكت بيكون نفس البروجكت فالمانجمنت واحد لكن بعد ذاك الانجن اكبر بس. فبدينا نشتغل في كينيا بنفس الابروتش ده برضو عندنا استراتيجيك لاين قال لنا يا اخي احنا هنشتغل في ويست افريكا وبيزكلي حنبدا من السنغال فمشينا برضو اشتغلنا لهم من السنغال. السعوديه ده سيناريو مختلف تماما انه احنا حسينا انه في اوبورتونيتي موجوده في السعوديه في 2016 وحبينا نستغل الفرصه دي ومشينا السعوديه وبطريقه او باخرى عملنا شركه في الامارات وبقينا فتحنا منها فرع في السعوديه اسهل من انه نفتح في السعوديه واشتغلنا منها ويسيرف السعوديه لكن الشركه في الامارات is like holding company بس حاليا يا دوب نحن بنبروبوز انه نحن نبدا نشتغل منها هي كده. فهي دي الفكره يا كاش كالعاده. انا هرجع لك بعدين في النهايه متعلق بالشباب يعني انت الشباب شفتهم انا في مقر كونسلسات في الامارات كلهم شباب سودانيين وشباب يعني شباب وشابات والمشاريع بتاعتك اللي بيشتغل انت في برا يعني في افريقيا في كينيا في وين في وين في وين وشفت انا اكثر من ايفنت عندكم انتوا بتودعوا زول ماشي ل اسمه شنو ده ماشي يمسك مكتب زي اسمه منو ده أسهر محمد علي اسمه منو خباب خباب بذكر ان الايفنت بتاع وداعه انه ماشي يكون هو مدير الاوفيس في كينيا ولا وين دي كان حاجه كبيره. فالكاباسي بيلدينج كيف والورك اسكس بتاعت الشباب السوداني ما في ناس كثير يقول لك والله الشباب دي غير مبرمين شعرهم داقين سيستم في البناطلين ما بعملوا حاجه ولا بتاع انت الاكسبيرينس بتاعتك في الحته دي تحديدا شنو وشنو النصايح بالنسبه للناس يعني في ناس متاكد بيجوك داخلين بورك اسكس بيقعدوا معاك اخلاقيات وعملهم بتتغير وبيبقوا مور برودكتيف بيكونوا بياخدوا موقعهم الطبيعي. الموضوع ده انور سيستم يعني الزول ده يعني انا واحده من الحاجات اللي استفدت منها جدا انه انا اشتغلت فروم ذا سكراتش يعني انا كنت يوم من الايام داتا كولكتر اللي هو هسه ده الانتر ليفل للشركه كنت يوم داتا كولكتر اي وين ثرو الاكسبيرينس دي كلها لحد ما استانا ما سي او في البيزنس ده فانا عارف كل زول بيوجع وين وبيصلح وين. ف البنقص منك عشان انت تكون زول ماتيور وتبدا انت كنتري مانجر البنقصك ده بيتمه خلال انت قاعد لكن بيكون عندنا الفيو بتاع انه يا اخي الفلاني ده إذا خباب ولا إذا ميادة ولا عليا ولا رانيا ولا الزول ده ناقصه شنو عشان يكون في المكان الفلاني ده. الموضوع ده ما كورسز وكلاس رومز لكن بتعلمها وبنكون دايرين نضيف الإضافة اللي هنا ناقصة له دي عشان يبقى في الليفل اللي احنا متوقعينه منه يكون فيه. يصادف ناس بيواصلوا معاك في انه يا اخي يتعلموا الموضوع ده وياخذوه وفي زول تاني بتكون لا يعني مثلا لظرف ما في ظروف اقتصاديه في البلد فوالله القروش اللي بتدفع له كونسلتات ما كفايه فهو داير ياخذ له اغامه يمشي السعوديه ولا يمشي عمان ولا يمشي كده فيقوم يطلع اوت في القصه دي. لكن بيكون عندنا نحن يعني عندنا كورس كده بنديه منه كل مره الدوز بتاعته عشان يصل للماتوريتي بتاعت الموضوع ده. هو ممكن يحس بيها لكن ما بكون عنده الفيو بتاع انه نازل داريني يوصلوني وين يعني النازل داري يودوني وين.
لكن وان دي بيكون هو كيبابل انف انه يعمل الموضوع ده ريموتلي. بالمناسبه مثلا خباب ده ولا اي واحد من الشباب الثانيين ريموتلي هي كان مانج الموضوع ده يعني فيزيكلي ده لما يمشي هو بيكون ناقصه غير انه يعرف انه يعني فيس تو فيس ده انور وده ياسين وده، لكن الناس دي هو شغال معاهم له سنين وبيدير له سنين وكده يعني احنا تقريبا المطبخ بتاعنا بتاع افريكا كله شغالين من كينيا والخرطوم من نيروبي والخرطوم كله يعني كل الحاجات اللي لها علاقه بالاناليسيس والكودينج والريبورتينج والحاجات دي كلها بنشتغلها في مكتبنا بتاع كينيا والخرطوم. كل المكاتب الثانيه دي اوبريشن، فانت الناس دي شغال معاهم بتكلم معاهم وبتقعد معاهم زي ما بتقعد في بيتكم 8 ساعات في اليوم زي اللي بتقعده في البيت. فالناس دي عارفين بعض تماما يعني بيتعلموا بعض شديد جدا. ثاني الموضوع ده نحن بنشتغله البروجكت نفسه بيكون فيه ناس من المانجمنت من الريسيرش من الاوبريشن، فدايما في تيم ورك. فالتيم ورك ده عارفين كل واحد هو يهاسرو البول دي لفلان الفلاني وده برجع عليه وبيلعبوها بنفس الطريقه دي. فلازم كلنا نكون موجودين كل يوم، كل يوم بيكون ناس مع بعض. فهي دي واحده من الميزات المهمه جدا في انه تخلق تيم يكون بيحبوا بعضهم وبيحبوا شغلهم، او بيحب يعني ما ضروري يحبوا الشركه نفسها لكن بيحبوا الحاجه اللي هم بيعملوها. ممتاز جدا جدا. طيب نمشي بسرعه كده لتيدكس عشان بعد ذاك دار نجي للموضوع بتاع الثوره. فادينا الريفليكشن بتاعتك يعني من 2010 انت يعني في الاكسبيرينس بتاع تيدكس وقدمت كثير جدا جدا للشباب واحتضنت المشروع وكده، فادينا الريفليكشنز حوله. التيدكس بالنسبه لي انا دي يعني واحده من الحاجات اللي انا كنت حاسس انه انا الكوميونتي دي لو دخلت فيها انا حاستفيد. يعني الناس مختلفين، الناس عارفين الموضوع ده totally voluntary، ما حق زول معين، ما حق انا مشير في الشاشه هنا ده دي البومات مختلفه من احداث بتاع تيدكس مختلفه عبر السنوات، واي حته بتلقوا فيها لما زي دي حتدي حتكون في شركه كونسلسات جوا مقر الشركه نفسه، الحته اللي هو المقر الدائم ده واصل اللي هي يعني واحده انا واحد من البليفرز بتيدكس وبتد كله يعني، وكنت مبسوط جدا انه تيدكس جاء السودان ونحن بقينا بنقدم فيه حاجه ولازم يكون عندي ماي كونتريبيوشن فيه وكده. فدي واحده من الحاجات اللي اعتقد انه من الحاجات اللي خلت يعني شكلت جزء كبير جدا من شخصيه محمد حمزه. كنت يعني انا فيري براود ان انا بين بارت اوف الكوميونتي دي في طول الفتره شاركت فيها. وجيت في اول يوم انا دار اشتغل على تيدكس كنت عارف انه يا اخي انا هعمل حاجه انا بحبها وانا داير اعملها لنفسي. المر لطيف جدا، انا سامي كيف في اللعبه ده. ف اي لاسيو بجد داير اي 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 فكنت بفكر في انه يا اخي انا اعمل حاجه واحده من الحاجات اللي انا بحبها. ف يعني هسه انت من الصور اللي بس بتشوفها قدامك دي بتوريك انه اللي حد الناس دي اللي بيخلوك انت مبسوط في كل يوم تشتغل معاهم، ودي واحده من الحاجات التيم ورك اللي بتخليك دائما انت زول لطيف ومحبوب وعندك قبول. والناس دي ما في دول فيهم بياخد فلس واحد بل بيدفع من جيبه. فدي ميزه عظيمه 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 جدا جدا. وبعد ذلك زي ما قلت لك هتلاقي فرصه يعني الكونتريبيوشنز اللي اشتغلت عليها فتره طويله جدا انه نعمل الموضوع ده. فكان هتلاقي فرصه انه انا امشي احضر تيدكس في جنيفا، بعد ذلك لكندا، بعد ذلك لامريكا. فدي فرص كانت عظيمه وكبيره جدا جدا. وفي وقت انا كنت حسيت بانه يا اخي انا كبرت على انه انا اشتغل الشغل بتاع الايفنت مانجمنت والاوبريشن سايد ده، لكن كنا المسامير دي بندقها بيدنا، بنساهر في الحاجات دي، بنختار الفينيو بطريقه مختلفه. الفيو بتاعنا تجاه كل شيء كان مختلف، يعني السيتنج بتاع الناس دي عشان نعمله بيحتاج لكونسلتو بتاع تيم ناس ممكن يكونوا في سن اولادي بدون النصيحه في انه نحن نعمل الموضوع ده كيف. فلكم يعني عشان نعرف ان احنا نختار الموضوع ده ونعمل حاجه لطيفه حاجه كويسه كل وقت
كانت دي فرصتنا في انه نشتغل في تيدكس. البليفنج بتاعنا هو كان سبب اساسي البليفنج بانه يا اخي دي الحاجه اللي نحن بنحبها، دي الحاجه اللي نحن شايفين انها كانت كويسه وكانت ادتنا كده. بالمناسبه الحاجه دي على قدر ما مثلا الناس بتخيل انه محمد حمزه ادى تيدكس زي ما انت بتقول يا انور، لكن تيدكس ده انا اداني كثير جدا جدا، اضاف لي كثير جدا جدا كونكشنز. ممكن تعلق على الصوره دي؟ دي في تيدكس اندرمان، دي في تيدكس اندرمان في ظروف عصيبه جدا. احنا كانت الحكومه رافضه تماما انه احنا عملنا ايفنت، وكانوا يتخيلوا انه الكوميونتي دي تلمها تحتسقف واحد وتدي زول يطلع في منصه زي دي من الخطوره ومكان. والكلام ده قالوا لنا بصريحه العباره ناس جهاز الامن في وقتها، يعني انه هل تفتكروا انه احنا نجيب لنا عقول زي دي فيها 1000 نفر ونجيب لنا كوميونتي زي دي واودينس يجي يحضروا الموضوع ده وتختاروا لكم سبيكر وكمان ترتبوا لهم كلام وتنظموا ونديهم منصه زي دي وتعيد تعملوه لايف؟ انتم ممكن تقلبوا البلد، قال ببساطه يعني كان في وقتها. فقصد انه احنا نمنع الموضوع ده اسهل حاجه انه نصل منكم الكهرباء وخلاص يعني، لكن قصد إن الموضوع ده يقوم ونحن قاعدين كده لا ما بنقدر يعني. وكنا في كل وقت بنشرح لهم ان الموضوع ده ما عنده اي دخل بالسياسه، الموضوع ده ما عنده اي دخل باي تصرفات انتم بتعملوها ولا اي حاجه بتحصل في الموضوع ده، لكن ما كان يعني ما كان مجال تفكير يعني، ما كانوا بيقدروا يفكروا في انه الموضوع ده كيف. لكن اي لما زي دي كده هو كانوا بيخافوا منه لدرجه انه بيحرموك انك حنتك تكمله بعد الساعه 11 يعني. فما بالك انه تلم لك 1000 بنفر على الاقل اودينس في مكان زي ده من الساعه 8 صباحا لحد الساعه 5 عصر، وتجيب سبيكرز مدربين بيحكوا حاجات مختلفة كثيرة جدا، نحن ما عندنا أي دخل في المحتوى بتاع الكلام اللي هم بيقولوه. الموضوع ده بين خطورة المكان يعني، وأعتقد إنه لو ما كان في حاجة غلط هم عاملينها ما كان ممكن يخافوا من حاجة، بالعكس ممكن كانت تكون إضافة، ممكن كانت تكون إضافة بالنسبة لهم. فتيدكس أنا أضافت لي كثير والله يا نور، بعكس الكلام أنت بتقوله في إنه يا أخي أنت كنت إضافة لتيدكس، لا والله يعني. واعتقد انه كل الناس اللي ما كانوا محظوظين حضروا اي ايفنت لتيدكس، وحضور الايفنت ما الحاجه الموجوده في يوتيوب يا جماعه ولا على منصه تيد يعني، الحضور فيزيكالي في ايفنت زي ده يشعرك بالقشعريره وجلدك ده كله يكون واقف ليوم كامل من 8 صباحا ل 5 مساء. احنا موعودين باذن الله في السنة الجاية إن شاء الله في السبرينج، في أول إن شاء الله في آخر الشتاء إن شاء الله حنعمل إيفنت محترم في الخرطوم. ممتاز جدا جدا يعني. محمد حمزة يا أخواننا هو الزور مسؤول من تيدكس خرطوم بس حاليا، الناس اللي بيسألوني بيقول لهم وراك وين تيدكس خرطوم وعمل لي، محمد حمزة هو المسؤول من تيدكس خرطوم. وفي واحد سأل قبل أيام من الشباب اللي عنده علاقة بالسياسة، قال يا أخواننا انتوا تيدكس ده بيمولوا منو؟ طبعا ده كان على في يعني ناس شباب، ناس الشيخ هلال في تيدكس مكرام في كسلة، جاهم دعم من يو اس ايد لانهم عندهم مشاريع بتدعم الشباب وكده وبتاع. فطوال الناس شفت ناس يمين وشمال وفي النص بتاع يا فيها يا نط فيها، طوال نطه شاف يو اس ايد دي قال الدعم. وانت شفت انتوا زور رجل اعمال عنده 500,000 فرع وشركة وموظف ومقر وبتاع، هو شغوف بالحاجة دي فبيقدم لها من زمنه ومن قروشه ومن غيره ومن غيره. فحكاية دي والله يا أخي دي داعمنا من أول المخابرة، ده طبعا كلام ما عنده أي معنى ولا يعني له أساس. لكن يا أنور نعم. نحن أقول كمان تيدكس ده ما بيحتاج لقروش، تيدكس ده ما بيحتاج لقروش، تيدكس يعني الموضوع ده ما يعني ده حاجة بالرأس يعني، الموضوع ده ما بقروش يعني، ما عشان انا مثلا الموضوع ده ما بقروش الموضوع ده يعني، ما في حاجه بتحتاج صرف في الموضوع ده. ان احنا ما في يعني، ان احنا بنحس يعني في تيدكس واحده من الحاجات المهمه جدا في حاجه اسمها الكايند سبونسرشيب، ان احنا ما دارين انك تدينا كاش، انت بتقول انت راعي اعلامي عندنا، بنكون داير عندنا برينتينج، عندنا ماتيريالز ده نجهزها كده، دايرين تطبع علينا وتركب علينا في المكان المعين ده، انت ده سبونسر الناس دي، احنا بنكون دايرين انك تدفع الفاتوره بتاعت الصاله اللي احنا موجوده يعني، بس شوف الفاتوره دي بكم وادفع عليهم.
نحن دايرين معاه شاي وسناكس وواحد اثنين ثلاثة، ما بنحتاج لي كاش في يدنا. واحدة من حاجات تيدكس انه ما بنحتاج لي كاش، ما في حاجة بتحولنا لقروش. يعني نحن كان في سبونسرز بيقول لي يا اخي عندي بوكسي، هي زنا سبونسر، انت بالنسبة لنا نحن نحبك اكثر من الزول اللي بيدينا كاش، لانه الزول ده بيجي يعرف انه نحن شلنا شنو من وين لوين، وسكير يعني بيشيل الحاجة اللي بيدينه وبيجي يخطها عليك وكده، ويحس بانه يا اخي هذا انا كونتريبيوشن وده كونتريبيوشن، يعني نحن نحترمه جدا جدا. فتيدكس انا بقول لكم يعني نحن ان شاء الله في مارس في ابريل الجاي ان شاء الله حنعمل ايفنت محترم. منها يا دكتور انور ده ممكن يعتبره تصريح خاص جدا بجروب ايوه طبعا 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 يعني ما في اجمل من المنصه دي انه احنا نقول فيها الموضوع ده يعني. لكن بقول انه والله تيدكس ما بيحتاج لقروش يعني، ما بيحتاج. دكتور ياسين دائما عنده مداخله جميله لما تكون حاجه اول مره تكون يصرح بها في الباحثين السودانيين. قاعد اقول شنو يا ياسين؟ قاعد اقول شنو هيثم؟ لما تكون في حاجه كده تكون مميزه وحدث يعني الزول يصرح بها كده، خصوصا لجروب الباحثين السودانيين، او يكون حاجه حصلت لاول مره في الباحثين السودانيين، انت بتفخمها كده بتقول شو حسي يا محمد حمدي صرح تصريح. لا لا اسمعك، ما انا بين قلت له احنا ما حنفكك قبل ما اعرف انه موضوع تيدكس والحاجات دي كده يعني. تيدكس خرطوم يعود بقوه زي ما قال في مارس 2022 نعم. ان شاء الله. ايوه طيب يا اخواننا، طبعا محمد حمزه الباشمهندس يعني الكونسلتات دي واحده من بيزنسز، ما هي البيزنس الاساسي، في بيزنسز ثانيه كثير اشتغلت في تطبيقات بتاعت موبايل بتكون شايفينها، في عنده موديل جديد ماشي بيه اللي هو بتاع الدعم واستثمار في الافكار بتاعت الشباب وكده، اللي بيقول على السيريال انتربرينورشيب. وانا شخصيا عندي كورس هسه هعمله قريبات دي بتاع انترنت وكده وبتاع، هو واحد من المنتورز بتوعهم. محمد علي حمزه كان واحد من الشبكه بتاعت المرشدين لحاضنه الاعمال اللي اسمها بذره، وساعد كثير جدا مجتمع رياده الاعمال في السودان انه ينهض وينمو والى اخره. واي زول عنده قروش يقول لك صاحب الزول القريش ده في خشمه اللبن دائما، ما بيقدر يقول الحقيقه، ما بيقدر يعارض الحكومه، ما بيقدر يفسد. لكن في استثناءات، في استثناءات. انا دار اوريكم فيديو، الفيديو ده بعده محمد يورينا برضو انه 200 رجل الاعمال وصاحب القروش بيبقى ما خايف على قروشه، خايف على مستقبل البلد. فكده شو الفيديو ده، وبعدين محمد حمزه يورينا علاقته بيه وشنو يعني. الفيديو ده لو شفتوه كان ايام الثوره. قالوا عن الفيديو ده انه ده يعني اجمل من اجمل المشاهد اللي بتدي احساس بالامل. فعلاقتك شنو انت بالقطر ده يعني لو وريتنا يا باشمهندس؟ نحن في يعني واحده من الكونتريبيوشنز زملائي وانا كنا وي كونكت الدوتس بتاعت لجان المقاومه اول اوفر البلد يعني. فكنا دي واحده من الحاجات، لكن يا انور يعني دي ابو جبت الكلام لكن المهم انه كان يعني كان ايام القياده الاعتصام بتاع القياده العامه، كان في رغبه كبيره جدا من اللي جاوا مقاومه نهر النيل وعبره تحديدا، بربر بالذات، بربر وعبره، انه يحضروا يكون عندهم تواجد في اعتصام القياده العامه، لانه ما اتيحت لهم الفرصه دي انه يعتصموا هناك، لانه كان في جبروت كبير جدا في الوقت ذاك يعني. كانوا فهموا انه لازم يجوا هنا، فزي ستريس شديد جدا عليهم، ويعني وثوار كتار جدا كانوا في سكه حديد انه يشاركوا في الخرطوم. في الوقت ده كان الحركه بتاعت انه يضغطوا على اداره سكه حديد انه يدوهم قطر يجيبون الخرطوم، ما نجحت كده. فكان لازم ندخل في انه احنا في قطار اسمه قطار النيل، ده قطار النيل ده بيمشي من الخرطوم لعبره والعكس. فكان الحل الوحيد انه احنا نأجر القطر ده نجيبه، يعني نأجر القطر ده كله
في يوم معين ونخليه هو يجي الخرطوم. المهم بمداخلاته وبغيره نحن اتفقنا في انه نحن نوفر القطر ده في انه يجي الخرطوم. ويعني كان في دور كبير جدا لناس عبر في الوقت ده بالاضافه لكونتريبيوشن تم من الخرطوم، واظل انا ظفر واحد في جسم كبير جدا كان في اليوم ذاك. وما كنا متخيلين الموضوع ده ممكن يكون بجمال المنظر اللي بنشوفه ده، ولحد يوم الليله انا بشوفه كان اول يوم يدخل فيه القطر اليوم يعني. ف I'm very proud ان انا كنت جزء من الموضوع ده في الوقت ده. ونحن والله very proud of you. انا متاكد بيكون عندك الفيوز بتاعتك عن يعني احداث ما بعد الثوره، البرفورمانس بتاع الحكومه والى اخره، لكن ده ما مقامه الان. بس بنوري انه اخواننا في ناس كتار جدا يعني شاركوا في الثوره، وفي ناس قدموا كونتريبيوشنز رهيبه جدا جدا، وفي ناس ثانيين جو طلعوا في الاكتاف كده ورب رب 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 وصلوا الحتات بتاعت المناصب والقسم بتاعت الغنائم وغيره. فيا اخواننا في الباحثين السودانيين بنقول دائما يا اخواننا الكفاءات في السودان موجوده داخل السودان، الناس الشرفة قاعدين جوا السودان، الناس اللي قاعدين يطلعوا قروش بالحلال قاعدين جوا السودان. ونديل محمد علي حمزه موجود في السودان، هسه يمشي العمارات شارع 15 تلقاه قاعد. فبالتالي الناس ما نبخس بعض يعني اشياء بعض، ونستلهم من التجارب من الدروس والبتاع. محمد علي حمزه ده لقيناه واس تكلمنا معاه وسمعنا عنه وفي معلومات عارفينها، لكن في كميه بتاع جنود مجهولين موجودين داخل السودان من الشباب والشابات الرائعين جدا اللي بيستحقوا منا الاشاده والتقدير والمحبه. محمد علي حمزه احنا في خواتيم اللقاء دارين ندي تحيه لاسرتك كده، كلمنا عن الابناء الاطفال احبابنا. والله يا اخي زوجتي وأنا جزء من يعني عملنا أسرة صغيرة. أنا متزوج من دكتورة سارية حسن يوسف طفع الله، دكتورة أخصائية بتاعت نساء ولادة حاليا في المستشفى السعودي في أمدرمان، وهي من أبوها المرحوم حسن يوسف طفع الله من مدني، وأمها أميرة كمال الدين الشيخ الطيب والبدر دول من مضومبان. وعندنا أطفال، عندنا تالية حاليا ممتحنة هسه في تشيك بوينت في 8 في تامنا، ممتحنة السنة دي. وعلي 10 سنوات في جريد 6، وعندنا لين 7 سنوات في جريد 1، وعندنا حسن 3 سنوات حيخش السبلي جروب في الايام الجديده دي. وانا عندي بيت ولد عندي بيتين ولدين، ونحن عايشين في الخرطوم زي ما قلت، وربنا يقدرنا انه نربيهم تربيه تخليهم من ابناء الوطن الصالحين يعني. الله يديك الصحه والعافيه يا باشمهندس، يعني ليك المحبه ولاسرتك ولكرمك ولاسرتك الثانيه اللي هو في المكتب ناس كونسلسات وكده، ولأسرتك الثالثة في بربر وفي عطبر وفي يعني محبة كثيرة صراحة. حلقة مميزة جدا جدا، ما أقدر أشكر نفسي أقول عشان استضيفت أنا ده، لكن المعلومات الموجودة فيها والفرايتي الاختلاف بتاع التجربة وكده. ويعني نشكرك شكر جزيل. ندي الكلام النهائي لحبيبنا ياسين لأنه بيستلم من هنا وإنت ماشي. شكرا لك، يديك العافية والله يا دكتور أنور. يعني بجد صراحة يعني كل فخر يعني إنه استمع القصة الجميلة، زي ما قال المرحوم الطيب صالح، قال يجيون مثل حبات القمح في كوم القمح، كل حبة غايمة بذاتها، وكل حبة تنطوي على سر عظيم. يعني كل ما نجيب نحن يعني شخصية سودانية معلش، فكل ما نجيب شخصية سودانية يعني البدايه بتبدا بسيطه، يعني الانسان السوداني ده بطبيعته بسيط جدا جدا، لكن بعد شويه لما تسترسل في القصه بتاعته بتكون كتاب يعني. فحقيقه يعني انا سعيد جدا جدا بشخص الباشمهندس ومحمد حمزه، وخضنا معاه يعني اسرار النجاح، وعرفنا انه كيف انه الانسان ده يبني يعني بيبني نفسه قشه قشه زي ما قال المرحوم سيد خليفه. فيديك العافيه يا باشمهندس. وقبل الختام كتر خيركم، شكرا جزيلا كثير والله يا جماعه. انا مبسوط جدا ان انا كنت
جزء من ونستكم الليله دي ولاستضافتكم للحميمه. يعني انا حسيت انه الموضوع واحده من الحياه، معظم المشاركات اللي بتتم دائما ان فورمال واي، يعني دائما بتكون في البيزنس سايد. فاتطرق لحياتي الشخصيه، ده الموضوع ده ما قاعدين نفتح ولا بنتكلم به ولا قاعد نتذكره. فهسه وانا بقول معاكم الحياه ده، انا دوب بضطر الذكريات وبضطر يعني بحاول اتحرك ذاكرتي في ان انا اتذكر الحاجات دي، وانا دول فيري اوف مايند ونستعي جدا جدا يعني. لكن يعني تظل من اسباب النجاح دي توفيق من رب العالمين ودعوات الوالدين يعني، وربنا يكرمنا بهم يعني، وربنا يقدرنا في انه نقدم لنا رساله يكون اولادنا دي اليوم من الايام مبسوطين وفخورين بها يعني. نعم، ونقدر نقدم حاجه تكون مفيده للاخرين يعني. وشكرا كثير جدا لكم انتوا الثلاثه والله، دكتور انور وياسين وكاشف، على الاستضافه الجميله دي. وانا كنت مبسوط جدا وانا بتونس معاكم في الحاجه دي، واتمنى ان نكون خفيفين على الناس اللي تابعونا الليله، وشكرا لكم كثير. الله يديك العافيه طبعا. وبرضه بنشكر الشباب معانا في برنامج ورس على دروب النجاح، الشغالين في خلف الكواليس، باشمهندس احمد داوود، واستاذه رغيه، واستاذه ريم فيصل، وطبعا اخونا هيثم الكاشف، هو ده طبعا اللي بيعمل الموافقه الامنيه. طبعا احنا كل ما يجينا ضيف، حتى دكتور انور ده لما استضفناه وعملنا له موافقه امنيه، يعني الموافقه الامنيه دي لو ما تمت ما بنعمل البوستر وما بنعلن يعني. فيديكم العافيه والله، سعيدين جدا بكم، ونتمنى انه كل الناس اللي بيسمعونا يستفيدوا من السير دي. يعني دي سير بالمناسبه جميله، وسير بسيطه، وبتوريك انه يا اخي النجاح ده ما عايز انك انت والله يعني تكسر رقبتك يعني، لكن عايز بس انك تمشي خطوه خطوه يعني، ما طوالي. زي ما اليومين دول في بوست جميل كده بيجيبوه الشباب، انه واحد ماشي في السلم بيخط رجله هناك بس عشان المرتب ال 2000 دولار ولا ال 20000 دولار يعني. فالنجاح بيبدا خطوه خطوه، هو زي ما شفنا مع باشمهندس محمد حمزه. يديك العافيه، شكرا لك، وتحياتنا لك ولاسرتك الجميله ولكل الشباب السهروا معنا، والى ان نلتقي الخميس القادم مع ضيف جديد. شكرا جزيلا.